لا اسمع. اي دك سأليني يا دكتورة. او انه الصوت يعني خفض شوي. سامعتيني هلا احسن؟ ان شاء الله كل شيء الحمد لله، كيف تمام. الحال عندكم؟ والله يعني مشتاقين لتونس واهل تونس واخبار تونس. احنا وسعيد جدا جدا، يعني تخيليش قديش انها نستضيفنا في المادي، ولا شك انه الاهداف مش بس علميه، كمان هي عمليه تواصل. بنرحب بيكي. أبيك الله يخليك. انا بيدي نحب نرحب بكم برشا. انا الحقيقه هذا شرف لي انه اتيحت لي هذه الفرصه حتى اقدم محاضره لطلبه فلسطين، وتحيا فلسطين. الله والله يخليكي، الحقيقه انا تحية سعيده تونس جدا، كمان. يعني انا لا اتردد لحظه عندما قدمت لي يعني هذه الاستضافه، وهذا شرف لي وشرفني انه نقدم هذه المحاضره لطلبه فلسطين، وان شاء الله يا رب يستفيدوا ان شاء الله من هذه المحاضره. وشكرا، هو كله بيسلم عليكم، لأن فلسطين في قلوبنا ومعانا إن شاء الله يا رب. نتمنى لها الاستقلال إن شاء الله، وفي القريب العاجل إن شاء الله. ينتظرونا قريبا يعني إن شاء الله. دكتورة لميا، طبعا الطلاب الموجودين هم طلاب ماجستير في مادة الذكاء الصناعي المتقدم Advanced Artificial Intelligence، وفي عنا كمان حلقة بحث لبعض الطلبة من حلقة البحث كمان. بنحب نثير احنا الصحيح ونعمل نتوركينج بمواضيع اللي لها علاقة بالعربي ناتشرال لانجوج بروسيسنج، ونستضيف خلينا نقول يعني الكي بيرسونز بالوطن العربي بهذا المجال. ف يعني وطبعا المحاضرة مسجلة بجوز حكيت لك ديما، يمكن ابعت لك اياها، حنسجل فيديو كمان يعني. شكرا. انت بدك دكتورة كم بدك من الوقت؟ واللي تحبوا، معناتها انا محضرة، قلتوا لي لمدة ساعتين، لكن على حسب الظروف، على حسب اللي تحبوا يعني. الحل لما تقولوا لي خلاص خلاص، لما تطلبوا مني تقولوا لي خلاص يعني. طيب بدي انا اسكت الميكروفون من عندي عشان تكون الكواليتي بتاعت الصوت احسن. اوكي دكتور، لو تقول لي معناتها كم الوقت المسموح لي يكون عشان يعني اختار المادة اللي قدمها. رأيي نوقف الساعة الخامسة، ساعة وربع، ساعة ساعة. اوكي الخامسة يعني الثالثة بوقت تونس، معناتها ساعة وربع صح؟ اوكي خليني اسأل الطلاب في حال عندهم مشكلة. طلاب يعني قد ما هم مجتهدين، مع انه المحاضرة بتدخل على الخامسة قانونيا، بس يقولوا لي بدنا اكثر. ف انا احكي لا. طبعا كثير من الطلاب هم مطلعين على بعض الارتكلز عندكم اللي بتطلع من الجروب، وكمان نفسهم كمان يتناقش معاك في هذا الموضوع. احنا يعني نفتح المجال لك. اوكي جدا. طبعا فيك تحكي عربي وفيك تحكي انجليزي، مفيش اي مشكله. اوكي شكرا. تفضل. I to turn my desktop and يمكن ان تشاهدوا طبعا المحاضره صح؟ نعم. إذا مرحبا بكم بالتونسي، مرحبا بكم الكل. أقدم هذه المحاضرة المعالجة الآلية للغة العربية، وسأطرح موضوع التقسيم النصوص العربية إلى جمل، وما سأحاول أن نتقدم شيئا في شيئا شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى تلخيص النصوص. حقيقة أعددت أكثر من هذا، ولكن حسب الوقت وحسب يعني الطلب يمكن أن أضيف أو أن أقدم فقط السلايد التي حضرتها منذ البداية.
فقد أن أقول أني آسفة يعني لم أستطع أن أقدم هذه المحاضرة مدة أسبوعين نظرا للظروف الصحية. أنا آسفة جدا وأقدم لكم الآن بسطة عن الكلية التي أدرس فيها. إذن الكلية التي أدرس فيها اسمها كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. هي ولاية تقع في وسط أو ولاية جنوب الجمهورية التونسية، ونقدر نقول أني عاصمة صناعية، هي مشهورة بالصناعة وليس بالسياحة، يعني الطلبة مع يعني مرافق كثيرة لل يعني للسياحة أو غير ذلك، فقط مثل لذلك في الجمهورية التونسية يقولون أن الطلبة في صفاقس يعني طلبة جدون جدا. إذا نرى هنا بعض الصور التي أخذت حديثا من الصناعة، أقدم لكم أيضا صورة تمثل في الحقيقة بعض أعضاء فريق البحث الذي ينتمي إليه. تمام، في الصف الأول بعض طلبة الماجستير، وفي الصف الثاني الأساتذة المؤطرين الذين ينتمون إلى نفس الفرقة البحث التي يعني أعمل بها. فأنا أتكلم بالعربية والإنجليزية. حقيقة في تونس نحن ندرس بالفرنسية يعني غالبا، في بحيان بالإنجليزية، يعني أتيحت لي الفرصة لأدرس بالإنجليزية خاصة لطلبة الماجستير بعض الدروس، ولكن الطلبة معناتها لا يأخذون دروس باللغة العربية. يومتم في فلسطين يعني حسب علمي أنكم الدراسة تقع إما باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. قد يعني دخلت للويب سايت ورأيت دكتور مصطفى يعني يقدم الدرس بالعربي ولكن سلايد بالإنجليزي، وهو شرح يعني مزدوج بين العربية والإنجليزية. لذلك حاولت أن أدرب نفسي قليلا يعني حتى أستطيع أن أتكلم باللغة العربية والإنجليزية، ولكن يعني نظرا إذا يعني أو أخطأت عند التقديم خاصة باستعمال اللغة العربية، لأنني لست معتادة أن أقدم دور باللغة العربية، لكن إن شاء الله يعني مش مشكلة. My research group is called NLP, Natural Language Processing Research Group. Here is our website. Our research group is a miracle laboratory. Media Information Systems and Advanced Computing Laboratory, NLPG, is directed by myself. It has about 60 researchers on natural language processing and mainly on ASIC natural language processing. Actually, we are 5 supervisors from ASIC, myself, Dr. Sheikh Alulu, Dr. Mer Jawa, Dr. Miriam Lud, Dr. Fatma Jawa. We are also collaborating with foreign professors, not from France, but also from other countries. So we collaborate with 5 professors from France to supervise some of our PhD students, as Professor Philippe Bach from Aix-en-Provence, France, Nick Asher. Maybe you know some of these names. Eric Bechet from Marseille, France. Yann Stev, also from France. Marcel Bernstein from France. But we do also cooperate with other foreign professors. Hatem Rebel, he's Tunisian, but he's in Swiss. Loroso from Spain. Fatiha Sadat, she's from Algeria, but she works on at Montreal. Ahmed Zitouni, he's Tunisian. He's in USA. Mohamed Mahmoudi, also he's Tunisian, but he works on LDC in USA. Mustafa Rahmouni from University Durham. And maybe, hopefully, بروفيسور مفجرار from Palestine. إن شاء الله، طبعاً متشرف إحنا دكتور. إن شاء الله.
انا حكيت لك احنا عندنا معهد، اطلقنا جديد معهد ابن سينا يعني التقنيات العربيه، انا دكتور عدنان يحيى يعني في مجال النجد العربي كانطولوجي العربي ناتشرال لانجويج بروسيسنج. يعني انا متشرف بالتعاون معاكم ان شاء الله ان شاء الله. We have about 20 PhD students, the 20 master students who is going to finish their work, but we also 15 master students who started on March 2012, so recently. We have some interesting NLP research areas, namely Arabic text parsing, including sentence tokenization, يعني تقسيم النصوص إلى مثل, syntactic analysis, التحليل الصرفي, parsing, تحليل النحوي, error detection and correction, يعني تدقيق للأخطاء النحوية أو الصرفية أو حتى الإملائية. Named entity recognition، التعرف على المكونات الاسمية في الجمل. Solution، في الجمل يمكن أن نجد بعض الضمائر أو ضمائر متصلة ومنفصلة. In natural resolution we try to find the antecedent of the noun that refers to a pronoun like who. For example, I can say that Zainabu ila madrasatiha. So he is here. Try to make a connection between he and Zainab. So to Zainab. He ta'ud ila kalimat Zainab aw ism Zainab. But that's sahli anna hunak only one called Zainab. Lakin bada al-ahyan wa sanara amtila fi hadhi al-muhadara. هناك بعض اللبس والالتباس و إيجاد الاسم الذي يعود إليه الأنافور ليس أمر السهل. حقيقة لن أتكلم عن هذا الموضوع في هذه المحاضرة، لكن موجود على الويب سايت بعض الـ research papers يمكن تطلع عليها. Also work on automatic text summarization, maybe for Arabic, but also we work on French because it's a second language in Tunisia, and also in English, and I'll explain you why. It's slides. So it's a research area. We work on multiple document summarization. And multiple document summarization, يعني input عدة نصوص وليس نص واحد. And we say single document summarization. The input هو نص واحد، output هو تلخيص أو ملخص للنص. يعني أن نلخص نص واحد أو ثلاث نصوص في آن واحد ونتحصل the result summary. نشتغل على what we call extract revision. يعني سنرى في هذه المحاضرة أنه بعد تلخيص يمكن أن نجد أنه التلخيص المتحصل عليه يحتوي على بعض الأخطاء، مثلا في ترتيب الجمل، مثلا في الزمن المستمر يمكن أن نختار جملة أولى تكون في الماضي والجملة الثانية تكون في المستقبل، وهذا لا يتلائم يعني في تلخيص واحد. Static analysis based on SBRT. سأتكلم عن هذا أيضا في هذه المحاضرة. Summarization single document. As I said, when the input is one document, we call it single document summarization. And when the input many documents, with multiple document summarization. باللون الأحمر إلى المواضيع التي إن شاء الله سأتطرق إليها في هذه المحاضرة. Work on other ANLP research areas as question answering systems, dialogue
convention and for question answering systems handle mainly factoid questions, different questions, open questions. We also work on extracting answers to non-factoid questions based on argumentative structures, case of human-human distance, and for filtering based on user profile and query expansion, spoken comprehension. We work on MSA, يعني اللغة العربية الفصحى, الفهم الآلي للغة العربية الفصحى. أيضا نشتغل على الفهم الآلي للهجة التونسية والتي تختلف على التي أن أقول قليلا ويمكن أن أقول كثيرا عن اللغة العربية الفصحى. في المناسبة يعني يمكن أن أفهم اللهجة الفلسطينية يعني دون مشكلة، لكن العكس غير صحيح. لو أتكلم الآن باللغة التونسية والتي تحتوي على يعني عدة كلمات باللغة الفرنسية وبلهجات أخرى، أيضا ستكون هناك مشكلة لفهم اللهجة التونسية. لا أدري مصطفى، دكتور مصطفى، عندما كنت حضرتك في تونس، هل أمكن يعني أن تفهم بسهولة اللهجة التونسية أم لا؟ يعني ما بجوز بس 60%، وذلك يعني خبرتي في بلجيكا مع المغاربي يعني إلى حد ما كنت أهل الدرجة المغربية، فيعني لا في كثير كلمات حضرت أنا في تونس. إحنا أنتم بتسموه نزل، إحنا بنسميه يعني الهوتيل، بنسميه فندق، إحنا بنسميه شارع، أنت بتسموه نهج، إحنا بنسميه عادة، أنت بتسموه صحة. كمان هي مش بس اللهجة بتختلف، الاستعلاء الكلمات كمان، استعمال كلمات اللغة العربية بيستعمل في يعني الاستعمالات مختلفة. صح، يعني إذا استطعت حضرتك أن تفهم 60% هذا يعني جيد جدا. جيد جدا. Also work on spoken dialect comprehension. As I said, نشتغل على اللغة العربية الفصحى، على اللهجة التونسية. Dialogue management, speak act annotation in Arabic discussions. In Arabic discussions. حديثا بدأنا الاشتغال على ال discussions between human and human, and not only between the machine and the human. يعني ليس الخطاب بين الآلة والإنسان فقط، ولكن أيضا تطرقنا إلى الخطاب بين الإنسان والإنسان، حتى نستطيع أن نستخرج بعض المعلومات في حوار مثلا يقع على شاشة التلفزيون، أو حتى حوار يقع تسجيله، إنه بعد ذلك أن نستخرج بعض المعلومات، مثلا من كان ضد هذا الموقف، من كان مع هذا الموقف، رأي السيد فلان في الشيء الفلاني إلى آخره. يعني automatic speech recognition from SA to dialectal Arabic processing and mainly Tunisian dialect. أريد أن أشير أنه في اللهجة التونسية يعني هناك بعض الاختلافات من منطقة أخرى، يمكن أن يكون هذا الشيء وارد أيضا في فلسطين. مثلا في شمال تونس هناك لهجة مختلف قليلا على اللهجة التي نتكلم بها هنا في صفاقس، وهو اختلاف بسيط، يعني هو اختلاف في النطق وليس اختلاف في الكلمات كما تفضلت أن ذكرته دكتور مصطفى قبل قليل. يعني وهو أيضا اختلاف واضح مع اللهجة المستعمل في جنوب تونس، وهو في بعض الكلمات هي تبقى في حدود بعض الكلمات وليس الكثير من الكلمات، يعني باستطاعتنا أن نفهم بعضنا بدون أي مشكلة، ولكن طريقة النطق أيضا يمكن السرعة أيضا في النطق تختلف من جهة إلى أخرى. مثلا يمكن هنا في صفاقس نطق كلمة حرف القاف، في الجنوب يستبدلون القاف بالباء، مثلا نقول هنا لا قال باللهجة الصفاقسية، وفي الجنوب يقولون قال
عوضا عن نطق الحرفقة يستبدلون حرفقة بقاء، يعني في اللهجات الأخرى مثلا في اللهجة المصرية لا ينطقون حرف القاف وينطقون حرف الآ، لا يعني باللهجة الفلسطينية تتكلمون بالقاف أم المصرية. يعني إحنا ثلاث يعني في قلي ولي وألي، في نبدل القاف بالهمزة بالآل، والبعض بيعمل القاف كمان يعني كلي اللي هي بالكاف كله موجود موجود. اوكي انا نشتغل على ال part of speech tagging of spoken Tunisian Arabic، ونغل على بعض الخاصيات التي تنتمي للغات مختلفة multilingual issues such as construction of a multilingual ontology from online encyclopedia, exploiting comparable cora for automatic statistical transition. يعني في مشروع مع بروفيسور فتيحة سادات من كندا، وهي كانت اشتغلت على الترجمة الآلية ولكن ليس من اللغة العربية إلى لغة أخرى ولكن من الإنجليزية إلى لغات أخرى. معها معناتها أردنا أن نشتغل هذا المشروع لترجمة من اللغة العربية للغة الفرنسية والإنجليزية باستعمال الـ Automatic Statistical Translation. هنا ستبدأ المحاضرة. I would like to introduce what's NLP. أريد أن أقول بالنسبة للطلبة إذا أرادوا أن يقاطعوني فتفضلوا في أي لحظة. Please don't hesitate to interrupt me when you want to ask me questions. دكتور مصطفى، غالبا ما أقول لطلبة الماجستير عندما أدرسهم إذا لم تسألوني فسأسألكم. يعني بالسؤال بادئ عن من أن أسألكم يكون أفضل. هذا أفضل يعني. يعني أعتقد أنه للطلبة معلومات ولو حتى يعني غير معمقة على what is NLP and what are the different applications that we can use in NLP. So let's summarize rapidly. Well, natural language processing is the branch of computer science focused on developing systems that are computers to communicate with people using everyday language, serving the natural language, also called computational linguistics, and how computational methods can aid the understanding of human language. Here is a simple example. These photos. What say to dogs? Okay, gender, had it. You stop the garbage. Understand gender? Step off the garbage. Or else. So here, what they hear? What does the dog really hear? He hears blah blah ginger, blah 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 ginger, ginger, blah blah blah, and so on. So here we can say that there is a difference between what we say and what the computer can understand from what we are saying. And we can distinguish between two main approaches. The first approach is based on a deep understanding. And second approach is only based on what we call a shallow or a surface understanding of the language. And طريقين مختلفتين للتحليل الآلي للغات الطبيعية على حسب الهدف المنشود. إحنا أن نقوم بالتحليل الآلي يعني معمقة، يجب أن نحلل النص. ستفهم يلي أننا لنقسم النص يجب أن يعني أن نحل عدة مشاكل لتقسيم النص فقط من نص إلى جملة، فطرق إلى الكلمات، إلى معنى الكلمات، إلى التحليل النحوي، التحليل الصرفي، التحليل الدلالي إلى آخره.
إذا أن نقوم بتحليل معمق يعني يجب أن ندرس النص بصفة معمقة أو حسب اختيارنا يعني كما قلنا على حسب اختيارنا according to the objective of our application. إذا نريد أن نصنع بالضبط بهذا البرنامج الذي يقوم بالتحليل. As I said, there are two fundamental approaches using deep understanding or deep parsing of the language or just surface or shallow parsing or shallow understanding of the language. So when we say fundamental goal is the deep understanding of languages, it means that it's not just the string processing or keyword mapping, like in this example. يعني هناك بعض some applications we can use only surface parsing. ويمكن نجد نتائج يعني نتائج طيبة باستعمال surface level. لكن كما سبق وأن وضحت حسب الهدف منشود. من الـ P applications text categorization, span grammar corrections, information extraction, recognition, information retrieval, document summarization, question answering, dialog systems, and so on. هو لكن حسب هذه هو بصدد التحقيق. هناك عدة أشياء وقع تحقيقها وهناك أشياء أخرى يعني إن شاء الله في المستقبل يقع تحقيقها لو جزئيا يعني بصفة تدريجية. It would be great if machines could process our email usefully, translate languages accurately, as to manage to summarize and aggregate information, each one needed to us, listen to us, and so on. يعني كان هناك أشياء وقع تحقيقها ولو جزئيا في الوقت الحالي، وهناك أشياء لم يقع تحقيقها ولكن البحوث يعني بصدد التطور ويمكن في القادمة يمكن أن نرى يعني تطور البحوث في هذا الميدان. I want to summarize briefly what are the main steps that we generally use in NLP. Let me talk about read text. يعني عندما نحلل نص مكتوب. ما هو الفرق بين تحليل نص مكتوب نص منطوق أو جمل منطوقة؟ هو الفرق في فيا. صح؟ عندما أتكلم مثلا إذا تكلمت وضع تسجيل كلامي ثم وضع the translation of my words, my spoken words into written words, then we can say that now we can start written text. يعني فقط البداية بين تحليل للكلام المنطوق أو تحليل للكلام المكتوب. See this when we talk about written text. So you can see here the input of the text. First step is lexical and the morphology link. يعني هنا سنقوم بالتحليل المورفولوجي للنص. So النتيجة ستكون مجموعة من الكلمات مع خاصياتها. يمكن أن نأخذ جملتين مثال بروفيسور مصطفى جرار أستاذة بروفيسور لميا لتلقي محاضرة لطلبة الماجستير بفلسطين. يمكن أن نبدأ بتقسيم النص المتكون في الحقيقة من جملتين فقط إلى كلمات. كل جملة ثم كل كلمة عفوا نقع تحليلها حتى نتمكن من كمشكلة. إذا راح سمعتين الكل هلا أجي الصوت أنت دكتور أنا استدعى عندي استدعى
يعني، وبعدين وقف الصوت. اوكي اوكي يمكن مشكلة الويبكس او الانترنت. بروفيسور مصطفى اسمعك الان. أقول في البداية إذا أردنا أن نحلل نص مكتوب مثلا استدعى بروفيسور فرار بروفيسور لميا لتلقي محاضرة لطلبة الماجستير بفلسطين مثلا، سنقسم هذا النص المكتوب إلى جمل إن استطعنا ما إلى كلمة، وكل كلمة سنحاول أن نخرج لها مجموعة من الخاصيات مثل اسم أو فعل إلى آخره، وإذا كانت اسمها اسم مفرد أو مثنى أو جمع مجموعة من الخاصيات للأسماء للأفعال للصفات إلى غير ذلك. عفوا. نعم نعم نسمعك نسمعك جيدا. أوكي. بعد ذلك سنقوم بالتحليل الصرفي لكل جملة حتى نتعرف على ما يسمى بالبوزيتري أو الشجرة الهوية والتي تعبر عن تركيبة الجملة، مثلا هل هي جملة اسمية أو جملة فعلية، وإذا كانت جملة اسمية هو المبتدأ، أين المبتدأ، أين الخبر، والمبتدأ تكون من ماذا إلى آخره، وإذا كانت جملة فعلية مثلا جملة فعل بسيطة أين الفعل؟ أين الفاعل؟ أين المفعول به؟ إلى غير ذلك. دكتورة معك، ولكن أسمع صوت يعني دخيل موجود معنا. هو هناك بعض طلبة هم أونلاين معنا ما قدروا يجوا على الجامعة، وأحدهم أحد الطالبات ففيها شيء يعني عندها أطفال. مفهوم ما في ولا مشكل، مرحبا بها وبأطفالها أيضا. So next we have the semantic level، التحليل الدلالي. إذا ثم نتعدى إلى what we call الـ pragmatic، كنا أننا سنحاول أن نتحصل على معنى الجمل وفي إطارها، كل جملة بدون سياق الجملة يمكن أن نفهمها بطريقة مغايرة، يمكن أقول جملة في سياق معين تفهمونها بمعنى معين، وإذا غيرت السياق يمكن أن تغير سياق الجملة. So can go up, down, up, and down, and combine steps two. يعني في الحقيقة قدمت لكم المراحل الرئيسية لتحليل النصوص المكتوبة، لكن يجب أن أقول أن أو الحدود بين كل مرحلة وأخرى وليس معناتها حد مستقيم ومعروف وواحد إلى غير ذلك. أيضا يمكن أن نقوم بإنجاز مرحلة ونتعدى إلى مرحلة أخرى ثم نرى إلى غير ذلك، يعني مثلا أحيانا لتقسيم نص نحو إلى معلومات نحوية، والنحوية تأتي من المرحلة الثانية، يعني يمكن أن يكون هناك تبقى وليست كل مرحلة يجب أن نقوم بها مثلا بالتسلسل، ويمكن أن نقوم بها بالتوازي إذا استطاع ذلك، وأبين لكم ذلك يعني في next slide. في البداية ما هو الفرق بين التحليل الآلي لنص مكتوب والتحليل الآلي لخطاب منطوق ونص منطوق؟ هي البداية يجب أن نضيف مرحلة في البداية للتعرف على الكلام على الصوت، بعد التعرف على الكلام أو على الصوت يمكن أن نتم المراحل
لكسيكال مورفولوجي سينتاكس سيمانتك الى اخره. دكتور مصطفى معايا؟ نعم دكتور رمي. اوكي so let's move to some examples here for lexical syntax semantic and pragmatics. For lexical we have to talk about tokenization التقسيم part of speech lemmas root. فأخذ كلمة الكتاب. الكتاب يجب أن نتعرف على مكوناتها، هي اسم مذكر معرف، ما هو الجذر؟ الجذر هو كتبة. هناك أداة التعريف، هناك الف what we call the infix أو باللغة العربية والذي يعني وسط الجذر. Syntax concerns the proper ordering of words and its effect on meaning. مثلا لنأخذ الجملة التالية، انقطعت الدروس بسبب القفلة في اللغة العربية، يعني ليس هناك مكان محدد لكل كلمة ولكن يمكن أن نغير وضع الكلمات في الجملة ونقول مثلا بسبب العطلة انقطعت الدروس، وأيضا هذه جملة مقبولة في اللغة العربية. بطل حال ليس كل تغيير هو موفق، انقطعت العطلة الدروس هذه جملة خاطئة ولا يمكن أن نقبلها في اللغة العربية. Yes, the order is flexible, but also there are some constraints. بالنسبة للتحليل الدلالي، semantics concerns the literal meaning of words, phrases and sentences. نأخذ مثلا كلمة ذهب غير مشكولة. نرى هذه الكلمة ذهب غير مشكولة، يمكن أن نشكلها بعدة طرق. يمكن أن تكون ذهب فعل ذهب في الماضي مصرف مع هو، يعني هو ذهب. يمكن تكون the gold the noun ذهب ذهبوا، for example ذهبوا فاطمة ولا أشت فاطمة ذهب إلى آخره. يمكن أن نتحدث عن معنى الجملة ولكن بدون أن نأخذ عين الاعتبار سياق في النص. نأخذه في المرحلة القادمة. Pragmatics. Pragmatics concerns the oral, communicative and social context and its effect on interpretation. هذا المثال نعم هو كذلك. هنا موجود شكل ما يسمى بالإليبس. يعني هناك كلمات ناقصة، وهي حقيقة ليست ناقصة عندما تكون هذه الكلمات موجودة في سياق نص كامل أو حديث أو حوار، هو لا يعبر عنه بالنقص ولكنه نقص معناتها مقبول. نعم وكذلك أكيد هذه هي إجابة لجملة أو لسؤال سابق، وفي سياق الحوار يمكن أن نفهم ما المقصود بنعم هو كذلك. أصبح مديرا، هو من أصبح مديرا، أيضا يمكن أن نفهم هذه الجملة ولكن في إطارها في سياق الذي وردت فيه. Let's move to some Arabic NLP challenges. Challenges to Arabic NLP could be different opportunities for the Arabic languages. There are opportunities for the Arabic language. For example, classical Arabic, يعني MSA العربية الفصحى, has survived for 15 centuries. Other languages failed to do so. Arabic is capable to reinvent itself. Arabic is a living language in which 1.4 billion Muslims perform their daily prayers. عندما أقول 1.4 في الحقيقة هو مليار بالتونسية وباللغة العربية. يعني 1400 مليون ولكن بليون بالانجليزي يعني. هناك تحديات ولكن بالنسبة للغة العربية هناك أكيد بعض المميزات التي تميزها عن اللغات الأخرى، من بينها أنها يعني استطاعت أن تبقى كل هذه المدة في حين أن لغات أخرى اندثرت أو يمكن أن نقول بين ظفرين ماتت واندثرت،
خصوصا بعض اللهجات وبعض أيضا. بالنسبة للغة العربية هي لغة عربية، بالنسبة للغة العربية الفصحى هي لغة باقية لعدة أسباب، من بين أنها معناتها مستعملة في القرآن، وهي هي لغة التي يعملها المسلمون في الصلاة إلى غير ذلك. معناتها لا يمكن أن نقول أن هذه اللغة في يوم من الأيام يمكن أن تدثر، لأن هناك ما يحميها. Just to Arabic NLP, English is becoming the language of the world wide web. The internet, email, blogs, chats, take the functionalities from Arabic. And بعض المشاكل أو التحديات التي علينا أن نواجهها، منها أنه ليست اللغة العربية الفصحى هي اللغة المستعملة في الإنترنت، حتى بالنسبة للعرب، يعني حتى بالنسبة للدول العربية. في تونس هنا إذا أراد أحد أن يصنع ويب سايت على الإنترنت سيفكر أن في ويب سايت باللغة الفرنسية وليس باللغة العربية، لأسباب أو يمكن أو غير قادر أصلا على معناتها كتابة المعلومات باللغة العربية. كان الجميع هنا يستسهلون استعمال اللغة الفرنسية، وأيضا يمكن أن يكون السبب أنه يعني يريد أن يكون الويب سايت accessible to the foreign countries as France and other countries speaking with the French language. خاصة أنه هنا في تونس يعني نتعامل كثيرا مع الدول الفرنكوفونية والتي تستعمل اللغة الفرنسية. There are a number of books, papers published in the Arab countries. Or the number of books, papers published in the Arab countries is minimal compared to that produced in the USA, Europe. بالنسبة للكتب التي كتابتها في الدول العربية بالمقارنة مع كتب يقع إنتاجها في دول أخرى، يعني هو النسبة ضئيلة. أقصد نسبة الكتب التي يستعمل فيها اللغة العربية. Volume rather than produce knowledge. يعني مثلا كما قلت لكم في تونس ندرس باللغة الفرنسية، ما يعني أن أكثر الكتب التي نكتبها وندرس بها ستكون باللغة الفرنسية، يعني في مجملها. Class research universities the Arab world. وهذه حقيقة، لدينا يعني جامعات من الصنف الأول. Even we report research we do not use Arabic. يعني هنا مثال حي هنا، أقدم لكم محاضرة أحاول أن أقدمها بالعربية، ولكن كما ترون the slides are in English والtechnical terms are in English. وهذا لعدة أسباب تعرفونها. Almost all Arab universities teach science and mathematics in foreign language. Let's move now to Arabic NLP difficulties. بروفيسور تسمعونني؟ نعم نسمعك جيدا. Okay. So let's move to some Arabic NLP difficulties. We have two face. For example, the Arabic script doesn't have capital letters. في اللغة العربية في الحروف العربية ليسنا عندنا حروف كبيرة وحروف صغيرة كما هو الحال بالنسبة للغات اللاتينية الفرنسية الإنجليزية الإيطالية إلى غير ذلك، وهذا يصعب علينا تحليل الآلي للغة العربية. أيضا flexible word order inside the sentence. تعرفت على ذلك منذ حين، يعني يمكن للكلمات أن تغير موقعها في الجملة، وهذا لا يؤثر في بعض الأحيان على فهم الجملة. Of regular punctuation marks، هذا أيضا مشكل آخر علينا مواجهته، هو عدم استعمال punctuation marks الفصل والنقطة نقطتان إلى غير ذلك بصفة مسترسلة في النصوص.
يعني يقع اعتمادها عندما نريد ذلك، وليس هناك حتى قواعد تضبط متى وكيف نستعملها. أجنيشن يمكن أن نجد كلمة واحدة تمثل في الحقيقة جملة كاملة في الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لغير ذلك، وسأقدم لكم بعض الأمثلة. No short vowels, no capitalization، وهذه تمثل في الحقيقة عوائق حتى تقسيم النص إلى جمل، وهذه أيضا إلى تراكم أو تضاعف ما نسميه باللبس أو ambiguity inside the word or inside the sentence. Explosive ambiguity over 2.3 per word in other languages to 8.2 in Arabic. Example, for the word ثمن بدون شكل يمكن أن نستخرج 20 كلمة مختلفة، ثمن، ثمن، ثمن إلى غير ذلك. يعني يمكن أن نشكلها بعدة طرق، أن نضيف الشدة إلى آخره. مثلا هوني حسب ريفرنس باك والتر 2004، لهذه الكلمة فقط يمكن أن نستخرج 22 analyses. The structure، ورأيتهم and I saw them، يعني في الحقيقة كلمة واحدة ولكن تمثل كما ترون جملة باللغة الإنجليزية. تذكرونها، جملة كاملة طويلة باللغة الفرنسية. Are you going to remember her؟ باللغة الإنجليزية. الآخر، the problem of normalization، في الألف يمكن أن نستعمل الهمزة أو تحت أو نستغني عنها لنعوضها بحرف وحيد هو المد، يعني فقط باستعمال الهمزة، ويمثل عائق أيضا لتحليل الكلمات في اللغة العربية لأنها تؤدي إلى ما نسمي بـ losing distinction، لا نستطيع أن نفرق بين أن وإن وآن إلى آخر ذلك. sentences، بمعنى كنا نقول أنه لا نستعمل كثيرا النقطة والفاصلة punctuation marks in Arabic، هذا يؤدي إلى جمل طويلة، وفي بعض الأحيان نجد نص كامل كاملة نقطة واحدة في آخر النص فقط. يعني أن النص، كل النص يمثل جملة فقط في اللغة العربية بالطبع لا، ولكن هذا يعني أنه لن يقع استعمال النقاط أو الفواصل لنفرق بين الجمل، وأن نفرق بينها بأدوات أخرى، يعني مثل حرف الربط، أداة و، ف، ثم غير ذلك. contribution to Arabic text parsing. أحاول أن أقدم لكم بعض الأعمال التي قمنا بها في نطاق يعني فريق البحث، وليس كل الأعمال بطبيعة الحال. حاولت أن أخص بعض الأعمال التي قمنا بها مثل text tokenizing, morphosyntactic analysis, syntactic analysis, analysis resolution, exit error detection, and correction. Let's move to text tokenization. لنا هذه الجملة، ولد هذا العالم والباحث في مصر. كلمة كلمة بطبيعة، ليست ترجمة صحيحة باللغة الإنجليزية. Is the scientist and researcher in Egypt. وخذ حرف الواء هنا، هل هو حرف conjunction that relates العالم والباحث؟ في الجملة التالية، ولد العالم في مصر وحفظ القرآن الكريم، ما الفرق بين هاتين الجملتين؟ في المثال الأول، ولد هذا العالم والباحث في مصر، لدي جملة تامة المعنى، ويمكن لنا أن نقسم الجملة عند وجود حرف له هنا. وفي المثال الثاني، وهذا العالم في مصر وحفظ القرآن الكريم، يمكن أقول أن الجزء الأول يمثل جملة تامة المعنى، ولد العالم في مصر وحرف الواء حفظ القرآن الكريم، بداية تمثل الجملة الثانية. إذا لدينا مشكل بسيط، هو هل يمكن لنا أن نستغل حروف العطف حتى نقوم
بتقسيم النصوص إلى جمل أو يجب أن نبحث على أدلة أخرى بالإضافة إلى حروف العطف. قمنا به، قمنا بمحاولة البحث عن right and left context، يعني قبل وبعد حرف عطف، وحاولنا أن نرى يعني هل يمكن استغلال هذه المعلومات بالنسبة للكلمات التي تأتي قبل أو بعد حرف العطف. يعني حاولنا في طبيعة الحال في البداية أن نرى هل هناك أعمال أو بحوث موجودة بالنسبة للغة العربية ولم نتحصل على شيء، ولكن بالنسبة للغات الأخرى موجود، بالنسبة للفرنسية موجود، يعني برامج يمكن أن تقوم بتقسيم النصوص إلى جمل بطريقة جيدة جدا، يعني with excellent rates، بالفرنسية للإنجليزية للإيطالية لأخذ ذلك. ولكن بالنسبة للعربية لم نجد شيئا، فقمنا برنامج، وقبل ذلك قمنا باقتراح طريقة، وكانت يعني نشرنا مقالة من سنة 2005 عن هذه الطريقة، استعملنا فيها punctuation signs or punctuation marks, coordination conjunction, some particles, but of the context of the coordination conjunction and particles. وقمنا باستخراج العديد من القواعد، وبالتحديد قرابة يعني 200 قاعدة أقل بقليل، 200 قاعدة ليقوم بتقسيم النص إلى جمل. مثال لقاعدة من القواعد التي استخرجناها بطبيعة الحال بالإعانة مع اللغويين في الميدان: if the conjunction where is preceded by a space, left context of where is a verb, and right context of where starts with a noun, the announces the beginning of a sentence with a success rate of 77%. يقوم بدراسة الـ right context والـ left context، ثم نعطي نتيجة التقسيم، هل نقسم أو وقسمنا يعني the rate of success، يعني نقسم ولكن لسنا متأكدين 100% أن هذا التقسيم سيكون صحيح. يعني مثال للـ interface of the star system، star برنامج يقوم بتقسيم النصوص كما رونا هنا، بداية فقرة، بداية جملة، يقول أنه هناك بداية جملة، نهاية الجملة إلى آخره. وقمنا بطبيعة الحال بال evaluation of the star، هنا نتيجة ال evaluation. The evaluation on two types of corpora. First, on books for that we use here in Tunisia for academic staff, or we use another corpus, which is a collection of newspapers. يعني استعملنا مدونتين مختلفتين، المدونة الأولى متكونة من كتب مدرسية، والمدونة الثانية متكونة من بعض المقالات من الجرائد اليومية. وكما رأونا هنا بالنسبة لنتيجة الـ evaluation للكتب المدرسية، تحصلنا على نتيجة جيدة 80%، وتحصلنا على نسبة 70.34% بالنسبة للصحف. هنا السؤال: لماذا كانت النتائج مميزة أكثر بالنسبة للكتب المدرسية؟ يمكن أن أتوجه بهذا السؤال للطلبة حسب رأيكم. لماذا كانت نتائج التقسيم جاء بالنسبة للكتب المدرسية، وكانت النتائج يعني أضعف قليل بالنسبة للصحف حسب رأيكم؟ أننا استعملنا نفس القواعد للتقسيم بطبيعة الحال، هو نفس البرنامج نفس القواعد إلى آخره، ولكن النتائج كانت مختلفة. وليد حي يعني يحب يجاوب. تفضل. مرحبا. مرحبا يا وليد. شكلنا بكتب المدارس بتكون ترتيب صحيح، يعني بنحاول نحافظ على قواعد اللغه العربيه بالجمله، فعشان هيك تكون النتائج اصح من الجرائد بشكل عام او ليش الانترنت الموجود.
أحيا وليد، هذه الإجابة الصحيحة، يعني لا يمكن أن أضيف شيء على إجابتك، شكرا. هذا هو بالضبط، يعني بالنسبة للكتب المدرسية ما فيها أخطاء، ويمكن أن نقسمها تقسيم جيد. بالنسبة للصحف وللمقالات فيها أخطاء، ويمكن فيها استعمال قليل للبونكتيشن ماركس أو استعمال خاطئ إلى غير ذلك. يعني شكرا وليد. يعني بسرعة سأقدم لكم أيضا المورفو سنتاكتيك أناليسيس من هذا المثال. كلمة ف صالة دون شكل يمكن أقرأها بطرق مختلفة، يمكن أن تكون فصل يعني فعل ف الماضي مع هو، فصل أو فصل، وأن نجرب يعني حلول أخرى بطبيعة الحال. يعني هنا عندما نأخذ كلمة بدون شكل يمكن أن نمها بطرق مختلفة، وهذا يمثل عائق بالنسبة لنا. سبي a verb in the past, a noun or conjunction plus imperative verb صل في الآن. يعني بالنسبة للبحوث الموجودة يمكن أن نقسمها إلى two approaches or two main methods. First, full storage method، يعني نأخذ الكلمات، كل الكلمات باللغة العربية، ثم ندخل to the lexicon بخصوصياتها المختلفة. مثلا نأخذ كلمة خرج، ستكون يعني فعل في الماضي إلى آخره، بدون اسم مفرد إلى آخره. نأخذ كل الكلمات وندخلها إلى المعجم الإلكتروني، ولا نقوم بأي معناتها قواعد لاستخلاص أو استخراج الخاصيات بصفة أوتوماتيكية، هي رأى فقط الخاصيات الموجودة. Second method is the computational method، يعني نقوم ب we put on the lexicon some roots, the roots, the canonical form, and we can compute the rest. يعني ندخل بعض الكلمات، مثلا the roots، الجذور فقط، ثم يمكن استخلاص الكلمات الأخرى. لنا كان اختيارنا على الطريقة الثانية، وقحنا الطريقة التحليل الصرفي تنتهي لل second approach، يعني computational method. و approach هذه متكونة من أربعة مراحل: treatment, analysis, morphological analysis and post treatment. رافد لي pre-treatment، نأخذ مثلا كلمة المنزل، هنا نقوم بتقسيم كلمة المنزل، سنستخرج ال اللي هو determinant، منزل. analysis سنستخرج جذر كلمة منزل. وهنا يمكن أن أتوجه بسؤال للطلبة، المنزل عندنا هنا ال اللي هو determinant ومنزل، أين ال infix الفيكس والفيكس، يعني اللاحقة السابقة والحشوة، هي الحروف التي نضيفها إلى جذر الكلمة. يجب أن نعرف بأي كلمة منزل هي مخرجة من جذر نزل. إذا وقع إضافته هو ماذا؟ بالطبع أضف حداية، ونسمي هذا الحرف بريكس. هذا هو السابقة، يعني لا نضيفه في البداية، أو السافكس ما نضيفه في النهاية، أو الانفكس ما نضيفه وسط الجذر. نقوم بالتحليل ما نسميه بالتحليل الزائدي لاشتقاق الزوائد التي تمثل السابقة اللاحقة والحشوة. المورفولوجيكال أناليسز نتعرف على خاصيات الكلمة، هل هي اسم، هل هي فعل، وإذا كانت فعل ما هو الزمن المصرف إلى غير ذلك. بالبوست تريتمنت يمكن أنه في أي لغة هناك ما يسمى بال الكومباوند ناون، بالنسبة للعربية
تختلف الكومباوند ناون عن اللغات الاخرى كالفرنسيه والانجليزيه. عندما نقول الورد نستطيع ان نقسم يعني directly from الورد، وان في النهايه يجب ان نستخرج كلمه ماء الورد مع بعضها يعني، وهذا يسمى بالكومباوند ناون ولا جروب نومينال ان فرونسي، يعني بالعربيه الكلمه او الاسم المركب من كلمات تتماشى مع بعضها ولا يمكن ان نفرق بينها. امامكم على الشاشه ترون الفيرست فيرجن مورفو سيستم which مورفو سينتاكتيك اناليسيس سيستم. ترون هنا مثلا بالنسبه لكلمه استمتع، الجذر، جميع الخاصيات الصرفيه، مفرد مصع ماذا، ماضي مجهول، مذر مفرد الغائب، الأد اسم مذكر جمع معرف عاقل غير مشكول إلى آخره. يعني هي مجموعة الخاصيات لكلمة الأود. وفي بعض هناك اللبس، وفي الحالة سنستخرج جميع الخاصيات الواردة والممكنة بالنسبة للكلمة خاصة إذا كانت غير مشكولة. تفضل. اذا كانت الاشياء يعني مثلا اسم وفي فعل او تيجي اسم وبتيجي صفه او الى اخره، فبتحطوا احتماليات قديش مثلا؟ في الحقيقه في البداية نستخرج جميع الاحتمالات. يعني اذا كانت ناخذ كلمه ذهب غير مشكول، نخرج ذهب فعل ذهب، وستخرج ايضا الاسم ذهب. هذا بالنسبه للمحلل الصرفي مار. ولكن هناك مرحله اخرى وهي البوستنج، يعني نضع لسياق الكلمه في الجمله حتى تو سولوشن، ويبقى لدينا الاحتمال الصحيح فقط. مثلا ذا الولد الى المدرسه، هنا هو ذهب، لأن بعد ذلك عندما نرى الكلمة في سياقها سنقول أنه لا يمكن أن تكون كلمة ذهب هي فعلية. دكتور، هذا موجود كبرنامج ولا عندكم داتابيس في كل كلمات اللغة العربية وتصريفاتها؟ البرنامج الذي صنعناه هو برنامج مورف، والذي بإمكانه أن يعطينا كل الاحتمالات لجميع الكلمات. بالنسبة للبارزر يعني المحلل النحوي والذي أتكلم عنه بعد لاحق، هو الذي بإمكانه أن يستخرج الاحتمال الصحيح فقط من بين جميع الاحتمالات. سمر، تحب تسألي؟ عصام، لك اي سؤال؟ عندك سؤال؟ تفضل. بالنسبه للاول اسمه مثلا الواو، الواو اللي كنت بتذكرها انه بنقدر نعرف من نوع الواو بتفصل الجمله اذا كانت تفصل الجملتين من بعض. من الواو القسم اللي بتيجي في الاول، كيف بنقدر نحدد نوعيه الواو من هذا الجمله؟ عفوا دكتور لا اسمع جيدا السؤال. هل انا بلخص السؤال بس. اوكي. وبالنسبه للشيء الثاني، اذا الكلام كان مشغول ببعض اللغه العربيه في اشياء من نوع المصدر، كيف نقدر نحدد هاي؟ اصلا هي سؤال يعني من نوع المصدر اصلا. محمد بيسال او عنده سؤالين، ابدا بالسؤال الاخير تبعه، انه في بعض الكلمات في اللغه العربيه اصلا نوع من الصرف، فكيف يتم التعامل معها؟ هذا السؤال الأول. هو لو تلاحظوا على الـ هوني قبل evaluation، والإيشن ما تعطينا 100% يعني success rate. مثلا الإيشن أعطاه فقط 71.20% as a success rate. ده يعني أن هنا أشياء إلى الآن نقول بتحليلها كما يجب. What was also exception? There are many exceptions
والإكسبشن هذوما في كل مرة يجب أن نطور البرنامج ونضيف بعض القواعد حتى نتمكن من تحليلها كما يجب. طب قبل ما أسأل السؤال الثاني لمحمد، أنا عندي سؤال، ألا يوجد هناك قوس في كل تصفات الكلمات وبالتالي ما فيش نعم تيران لسان العرب وبالتالي تم إدخاله وتخذ وبالتالي للحاجة لاستعمال المحل الآلي؟ السؤال والسؤال معناته في محله بالضبط. كما قلت في البداية هناك two approaches، full storage approach، يعني مثلا نأخذ لسان العرب أو غيره ونقوم بإدخاله كاملا إلى السوق. يعني سنقلل من مشاكل استخراج القواعد اللغوية والصرفية إلى غير ذلك. حقا each approach has its advantages and also has its negative points. بالنسبة للأنتجز أنه مثلا لو نأخذ لسان العرب صحيح سنجد الكثير من الكلمات، ولكن هذه الطريقة لا تمكننا من التجديد، يعني في أي لدينا كلمة جديدة يجب أن ندخلها باستطاعة الحاسوب يستخرج بصفة آلية خليتها بدون أن ندخلها إلى الحاسوب، كلها يجب أن نجدد، وأن اللغة هي لغة حية معناتها وتتطور ونجي من بل إلى آخر. هناك الكلمات technical words وهذه الكلمات يعني إحنا يقال أنه كل يوم في العربية هناك كلمات جديدة تولد من جديد، كل يوم مع نية الحديثة هناك عدة كلمات التي يجب أن نضيفها كل يوم. يعني as I said there are two approaches، أن نقوم بإدخال كل الكلمات للسوق ويوم ولا مش كل يوم ولكن كل فترة يجب أن نجدد ونحين هذا القاموس، أو نحاول أن نستنبط طريقة التي تقوم بصفة آلية، إذا أعطيناها القواعد أن تقوم بصفة آلية حتى ولو أدخلنا بعض الكلمات الجديدة يمكن لها أن تستخرج بصفة أوتوماتيكية بصفة آلية خاصية الكلمة. هناك العديد معناتها من ال في عن الواو، اذا كان اذا جاءت الواو، لان انت زي ما فهمتينا كنت يعني تحاولوا تفهموا ما قبل وما بعد الواو، لكن اذا جاءت الواو في بدايه الجمله زي واو القسم ادخل في what we call the exceptions، يعني لا نطبق عليها القاعده التي قدمتها معناتها منذ حين. There are يعني about 200 of rules، استنى 200 قضاء إلى الآن، وهناك بعض what we call exceptions كما واو القسم إلى آخره، هذه ندخلها خلاف عن القواعد التي جمعناها. يعني يعني نستكتب الأسئلة هون، خليك تكمل المحاضرة بعدين نسأل في آخر ال إذا ذكر قليلا عن agreement error detection and correction، أخذ مثال البنت الصغيرة يلعبن بدرجاتهن، يعني جملة بسيطة ونحاول أن نرى مثلا بالنسبة للجملة الثانية أيضا، هذا الرجل المثقف تهوى الموسيقى، هناك بعض الأخطاء كيف يمكن أن نستخدم هذه الأخطاء ونصححها. Agreement error detection and correction. في الحقيقة ما في أطروحة الدكتوراه من سنة 90 قمت بأطروحة الدكتوراه حول هذا الموضوع، ثم هذا الموضوع أيضا وقع تحديثه مع بعض الطلبة وسأقدم معناتها rapidly الطريقة التي اقتناها. يعني بالنسبة لل state of the art الموجود هناك طريقتين، deep parsing و shallow parsing. كان خيارنا على shallow parsing لأن حتى يومنا هذا ليس لدينا محلل نحوي مثلا معمق للغة العربية، ليس عندنا other tools اللي هي يمكن أن نستعملها في هذا العمل، لذلك لم تكن لدينا يعني فرص أخرى
غير شالو بارزنج، والتي كما سترون يمكن أن تقدم لنا يعني نتائج طيبة جدا. بالنسبة للبروزد أبروش اقترب طريقتين، أو extended syntagmatic analysis for the detection and multi-criteria analysis for the correction. بالنسبة لل detection of the error، بالنسبة detection قم باقتراح طريقة تتمثل في تجميع كل الكلمات التي يجب أن نطبق عليها قاعدة element يعني للتطابق. مثلا البنت الجميلة، هنا عندنا الاسم البنت وصفة الجميلة، يجب أن يكون هناك تطابق في الجنس والعدد. لا أقول البنت الجميل، لا أقول البنت الجميلات، ولكن البنت والجميل. وأيضا حتى تطابق في التعريف، يعني البنت الجميلة إذا أكملت جملة، أو البنت جميلة، يعني حسب إذا كانت جملة فعلية أو جملة اسمية إلى غير ذلك. يعني كان الاقتراح بالنسبة للديتكشن، قمنا باقتراح method called extended syntagmatic analysis for the detection، وقمنا بعدة مقالات في الموضوع من التسعين يعني. وبالنسبة للcorrection قمنا باقتراح طريقة ثم عدة كريتيريا للcorrection. وحاول أن أشرحها يعني بإيجاز وبأمثلة بسيطة. مثلا يمكن أن الولد صغير تلعب، إذا هناك جملة فيها أخطاء، أد في المذكر، صغير في المذكر، وتلعب في المؤنث. ستقولون هنا التصحيح ألد مذكر صغير مذكر، لدينا كلمان جاءتا في المذكر وكلمة واحدة. سوري حضرة كبر الامتحان، لأنه أعطني مسار بأشرح مولو الشباب هاي حتت. محاضرة سيئة. لأن كل حاجة في مقدمات جديدة. الموضوع كبير. المفروض هي ما أصلاً ما حكيت كيف تعمل بعض الأشياء. هم كل هم كل هذا كله. هم كل هذا كله. هم كل هذا كله. هم كل هذا كله. هم كل تطلعوش. لا بنتش ناخد بريك، بلاش نتأخر صراحة. شوفوا إذا تعملنا حسنا مصطر تسمعوني؟ فكتورة يعني هو في الحقيقة الطارية فضت وما فضتش بها، سامحوني انا ما اعترف. طيب بارك يعني. اذا سواء اقجاز مثلا هوني بالنسبة للتصحيح قمنا باستعمال عدة كريتيريا، من بين هذه الكريتيريا التي استعملناها فريكونسي، يعني من نستطيع ان نعرف كم من كلمة جاءت في المذكر، كم من كلمة جاءت في المؤنث، نقترح الحل. هذا كريتيريا 1. ثاني التايبوغرافي، مثلا أنا نكتب كلمة نقول يمكن للمستعمل أن يخطئ فينسى حرف ويبدل من حرف بحرف آخر، ولكن أن يضيف عدة أحرف ماذا يمكن أقل وارد بصفة أقل. لذلك نعطي what we call a score وعدد لكل حرف، لكل حرف يضاف ولحرف يستبدل من مكانه. ثم ذلك نقوم
باحتساب الجملي للاحتمالات وعدد والاحتمال الذي يحصل على أحسن عدد هو الاحتمال الذي نقوم باستجره بالنسبة للمستهلك الموجي. مثلا قلت مثلا البنت صغيرة تذهب إلى المدرسة، لا يمكن أن نقول أن هناك كلمان وردتا في المذكر وكلمة في المؤنث، إذا سنصحح المذكر وسيصبح الجملة الولد الصغير. هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يمكن استبدال كلمة بنت بولد سبي مورفولوجي كرايتيريا. إذا عندنا عدة كرايتيريا in order to choose the best solution for the word which contain an element error. هذا برنامج كما لاحظتم، مثلا هناك بين الجملة الولد صغير تلعب، هناك اقتراحات التصحيح، هنا أنه في الأخير الولد الصغير يلعب أريح كأحسن احتمال للتصحيح بالنسبة لهذه الجملة. إذا قمنا بالإيفاليويشن بالنسبة لهذا البرنامج، وكما ترون قمنا بمقارنته بالنسبة لمايكروسوفت وورد 2003 وكان هذه النتائج، وقمنا بنشر هذه النتائج بالنسبة لديكورا 2 هو اسم البرنامج. النتائج المتحصلة كانت 60.60% بالمقارنة مع مايكروسوفت وورد الذي تحصل باستعمال نفس المدونة التي فيها جمل بها أخطاء طابق، نحن على 54.9%، يعني هناك تحسن ولو بسيط بين المايكروسوفت وورد. وبالنسبة للمصحح موجود في مايكروسوفت وورد بالنسبة للغة العربية. سنتك أناليسز يعني التحليل النحوي. التحليل النحوي يمكن أن نقوم به with symbolic approach or statistical approach. When a symbolic approach, it means deep parsing. I'm using grammar, using linguistic features and so on. And when we say statistical approach, it means we only use, for example, frequency or shallow parsing or surface level parsing. يعني لا تحليل معمق ولكن تحليل سطحي بالنسبة للجمل، هو تحليل نحو ولكن سطحي. وبالنسبة symbolic approach هو تحليل معمق نحوي معمق بالنسبة للجمل. هنا في تحليل النحوي what we call HPSG grammar. HPSG Hedman phrase structure grammar. في الحقيقة طريقة موجودة بطبيعة الحال التي اللغات حاولنا أن نستعملها بالنسبة للغة العربية وقمنا بمن adaptation يعني بالنسبة لل HPSG بالنسبة للغة العربية. وبرنامج هذه الطريقة كما ترون هنا النتيجة، نأخذ لنا جملة حفظ الطفل الصغير القرآن. النتيجة كانت في شكل شجرة، والشجرة تبين العلاقة بين الكلمات، أيضا نوع الجملة هل هي جملة فعلية أو اسمية إلى آخره، وما هي مكونات الجملة. كل ما نجده في هذه الشجرة التي تعطينا معلومات نحوية وأيضا معلومات صرفية لكل كلمة في هذه الجملة. جانا على الأنافورا ريزولوشن، ولا أدري إذا كانت لديكم معلومات على الأنافورا ريزولوشن، ولكني حاولت أن أقدم المشكل عن طريق هذا المثال. Which points back to some previous item. مثال: وجثت خديجة أمام قصعة الخشب التي ورثتها عن أبيها. يعني المشكل هنا اللي ترجع إلى أي كلمة، الهجرة إلى أي كلمة، وأيضا في أبيها ترجع إلى أي كلمة. يعني هنا سنحاول أن نتعرف على ال antecedents. First of all, then the antecedents of the anaphora. التي ترجع قصعة الخشب، إنما ها هنا ترى إلى اسم خديجة.
الكورة ريزولوشن استعمالها في مجالات. يمكن نستغل أنا فور ريزولوشن في الماشين ترانزليشن، أن نترجم من لغة إلى لغة أخرى، خاصة إذا كان هناك اختلاف في جنس الكلمات بالنسبة للغة، مثلا طاولة بالنسبة للغة العربية هي مؤنث، بالإنجليزية ليس لديها جنس، بالنسبة للفرنسية طاولة مؤنث، في العربية مذكر، في الفرنسية مؤنث، في لغات أخرى من أن يكون ليس لديه جنس أو جنس مختلف عن اللغة الأصلية التي يريد أن ترجمها. يعني الترجمة تساعدنا في تصحيح الترجمة الآلية من لغة إلى لغة أخرى. يمكن أن نستعمل أنافورا ريزولوشن في الأوتوماتيك أبستراكتنج، يعني التلخيص الآلي. في بعض الأحيان نجد many anaphors inside the summary and we have to resolve this anaphora in order to have a better summary. يعني لا يمكن أن نقدم تلخيص لمستعمل، والتلخيص يبتدئ بكلمة هو الذي كان رئيسا مثلا. هو نتعرف على الكلمة التي يراد بها أظهر هو، ثم نعوض هو بالاسم المطلوب. مثلا يمكن أن يكون الرئيس التونسي هو كذا كذا. أن نستعمل أنافورا ريزولوشن في الانفورميشن اكستراكشن أيضا يساعدنا لاستخراج المعلومات، النصوص في مثلا نظام سؤال جواب، نسأل سؤال ونجيب وتخرج جملة تقولها أنافور. يجب أن نحل or we have to use the anaphors in order to give a better answer or a better information. ليس هناك بحوث كثيرة قيام بها في ميدان الأنافورا ريزولوشن، وأول عمل على تقديرنا يعني كان سنة 98 عندما أردت أن أطبق طريقة قام بها ميتكوف للغة الإنجليزية. حاولت أن أعرف مدى إمكانية تطبيق نفس الطريقة للغة العربية، واكتشفت أنه لا يمكن أن نطبقها بحذافيرها، وهو علينا أن نعدلها حتى نشيلها في اللغة العربية. وكانت هذه محاولة بسيطة، يعني لم يكن مشروعا كبيرا ولم يكن مشروعا على مدة زمنية طويلة، يعني كان مجرد بحث صغير لمدة 2 أو 3. Just to test if we use the method proposed by Mitkov for English, and I tried to apply it in Arabic, but I can note it wasn't impossible to use it as is, but I had to make many changes. كانت الفكرة منذ ذلك الوقت أنه نسترجع هذا العمل في إطار مشروع معمق أكثر، وكان ذلك في إطار أطروحة دكتوراه قامت بها يعني قريبة في فريق البحث الذي أشتغل فيه. البحث حول أنافورا ريزولوشن يعني في تقريبا، وستقوم الطرح عن قريب إن شاء الله بتقديم أطروحة دكتوراه. Rapidly, I will try to summarize what we propose. The proposed approach is a hybrid method for anaphora detection and resolution based on a shallow parsing and semantic analysis. The main objective is to eliminate candidates, antecedents that do not verify the morphological and syntactical constraints. So this is the first step. Second step, use some preference criteria. Check the antecedents among the candidate lists. Let's see this method in an example. يعني مثال حي يمكن أن نفهم أو نبسط الطريقة. هذا نص أقرأه شأحنا بعد في بيئة حربية، وكانت أمه هي التي دربته على الفروسية منذ 6 من عمره، فكان يركب الجوال دون سر أو لحام ويضرب عليه بساقيه الصغيرتين حتى لا يفقد توازنه. إذا هذا النص بطبيعة الحال موجود فيه عدة أنافور من نوع
التي هو هاي آخره. The first step is a pre-treatment. We first present the text in sentences, and then we do the morphological analysis. This output is a list of words with morphological features and a list of sentences that contain these words with their features. An Arabic pronoun identification. So first we detect the pronoun and we distinguish between an Arabic pronoun and what we call the pleonastic pronoun. عندما أقول إنه مستحيل فعل ذلك. هل هو الشيء إن المستحيل أو أن أقول إنه إنه مثلا إن الممكن أن نقوم به أو أي شيء. يعني إنه هو هل ترى إلى كلمة سابقة في الجملة؟ سؤال أتوجه به للطلبة. هنا عندما أخذ الضمير المتصل هو يمكن أن أخذ مثال مختلفين. حنى بعل ثم قال نشأ حنى بعل في بيته مثلا في بيته. هو يرجع إلى حنى بعل. وجملة أخرى يمكن أن أقول إنه من المستحيل لأي شخص أن يتدرب على ركوب الخيل دون معلم مثلا. هل هو يرجع إلى كلمة سابقة في الجملة؟ لا ترجع لأي كلمة سابقة في الجملة. This is what we call a pleonastic pronoun. يعني هو pronoun لكن we are going to resolve anaphor because it's not an anaphor. Okay. Next step is called we are going to detect the noun phrase or its entity which refers to the anaphor. Next step will be the application of some constraint application, preference application, and output will be like هو ترجع إلى حنى بعد، هي ترجع إلى أمه، إني التي عفوا ترجع إلى أمه، هو ترجع إلى حنى بعد، هو جواد، هو حنى بعد، إلى غير ذلك. أحاول أن ألخص هنا ما قمنا به مثلا لهذا الضمير لا يفقد توازنه. هو ضمير مالن سيلر هيومن او نان هيومن. يمكن للضمير هو المطل ان يرجع لعده كانديديت لاينا بعل بيئه حربيه او الفروسي السادسة من عمره الجواد سرج أو جام. يعني هنا إذا كنتم تسمعونني أم انقطع الاتصال؟ نسمع أوكي. لأن هنا عندنا candidate list we apply some constraint in order to eliminate candidates like Hanna Baal, like ليس بعل ولكن the position of ما تبدلت يعني sorry. أريد أن أقول هنا أن كل الاحتمالات التي ليس لها نفس الخاصية. يعني هنا هو مذكر
سحبت أمه سحبت بالعربية سحبت ألف روسي عفوا السادسة من عمره سحبت ساري صغيرتين لأن معناتها هو مفا وليس مفرد سنبقي على الكانديديت التي لديها نفس الخاصيات بالنسبة للظهير هو مذار مفرد بين هذه الاحتمالات التي هي أيضا وجدت في المفرد وفي المذكر واستغني عن الباقي هذه في مرحلة أولى في المرحلة الثانية ما سيتبقى لدينا هو والجواد أولي الجان والألينا أعرف على الاحتمال الصحيح هل يرجع لحنبال أم الجواد أم الجان هنا تعمل المرحلة الثانية وفي هذه المرحلة سنطبق Preference Application وهنا رول قاعدة تقول If the pronoun is connected to a noun and there is no noise between the pronoun and the nearest verb then the antecedent is the focus يعني هذه القاعدة سنطبقها وإذا طبقناها سنمكن من التعرف على الاختيار الصحيح وسنقول أنه يرجع بالضرورة لحنبال وليس لأي اسم آخر يعني هو الهدف بعجالة من الأنافورا ريزولوشن أنه عندما تكون لدينا ضمائر متصلة أو منفصلة نحاول أن نتعرف على الأسماء التي يرجع إليها الضمير المتصل أو الضمير المنفصل وقت هذا يساعدنا في الترنة الآلية من لغة إلى أخرى في الأوتوماتيك أبستراكشن يعني في السبيس الآلي إلى غير ذلك البرامج التي وقع برمجتها الأناتار هو برنامج من بإجازه للنوويين الذين سيقومون في الأولى بالانوتيشن يعني نعطيهم نص هذا النص ويقوم هذا البرنامج بمساعدتهم للانوتيشن مثلا حامد هو الضمير هو يرجع الى حامد بوقت هذا النظام يمكن بطريقه بسيطه ان يقع الانوتيشن حتى نقول انه هو يرجع لحامد تقولون لي معناتها هل الطريقة هي طريقة يدوية أم طريقة آلية؟ في الحقيقة هي طريقة آلية ولكننا بحاجة إلى مدونة مصنع من طغويين حتى نقوم باستخدامها في بعض في برنامج يمكننا من التعرف بصفة آلية على الأنافور يعني كبداية حاولنا نقوم بهذا البرنامج حتى نتحصل على المدونة لماذا؟ لأن التي استعملناها يعني it is based on learning learning يعني التعلم الآلي والتعلم الآلي إذا قلنا تعلم آلي قلنا مدونة لغوية وهذه المدونة اللغوية عوضا أن نقوم يعني بإعطاء النص إلى اللغويين ويقوم بالannotation بصفة معناتها صعبة المدونة هي في الحقيقة مثلا هنا في هذا مجموعة نصوص وفي هذه النصوص يقوم اللغوي تحديد الضمائر ولكل ضمير بصفة يدوية يقول لنا ما هو الاسم الذي يعود إليه هذا الضمير المرحلة الثانية يمكن أن نستغل هذه المدونة لنمكن الحاسوب من العلم الآلي
هي مجال عندما نكون مدونة، هي مدونة يقع استغلالها في المجال الذي ستستعمل فيه. مثلا يمكن أن نقول هذه مدونة للتحليل الصرفي، مدونة للتحليل النحوي، يعني لك أنها تحتوي مثلا بالنسبة للمدونة للتحليل الصرفي تحتوي على نصوص وقع تحليلها صرفيا من قبل لغويه، أو مدونة للتحليل النحوي. في هذا النطاق يمكن أن نقول أن هذه مدونة سيقع استغلالها بعد للتحليل النحوي حتى يقع التلقين الآلي للحاسوب. يعني مدونة كما ترون هنا، مثلا هنا هذا النص اللغوي الذي سيقوم بقراءة النص، ثم يقول هنا وجود ضميره بأنه يرجع إلى حامد. وطبع هذا البرنامج يمكنه من تبديل الألوان، يعني من استعمال بسيط للألوان إلى آخره، يساعده يعني بصفة كبيرة جدا حتى تقع الأنوتيشن. سؤال هو كان على السلايد اللي قبل بالنسبة للفعلية. أحيانا بتكون بيكون الفعل الأمر بيجي حرف واحد زي قيس. قيس مثلا. وثاني إذا كانت الجملة أساسا مبنية للمجهول كيف بتعامل مع الضمير المتصل أو المنفصل؟ بتعامل مع الضمير المتصل أو المنفصل. سؤال ثالث. ناخذ إجابة بعدين ناخذ السؤال الثالث. أوكي. بالنسبة للسؤال الأول، يعني ما عندنا مشكلة بالنسبة للفعل في الأمر إذا جاء حرف واحد، معناته إذا كان لدينا محل صرفي يمكن أن يستخرج المعلومات الصرفية بالنسبة للفعل من بين الاحتمالات، سيجد أنه مثلا قي هو مصرف في الأمر، يعني ما فيه مشكلة. بالنسبة للسؤال الثاني، حضرتك قلت لي كانت الجملة مبني مجهول، يعني اصلا ما عندنا الفاعل غير متصل او منفصل، ايش لا ايش بدنا نرجعه في هاي الحاله. اوكي. هو سؤال جيد، معنا كيف السؤال وقع عندما نستخرج الانتيسيدنت ليس ضروري ان نستخرجه من نفس الجمله التي ورد فيها الضمير، يعني يمكن ان نستخرج الانتيسيدنت من جمله سابقه. مثلا الجملة الأولى أتحدث على حنا بعض، ثم الجملة الثانية يوجد كلمة بعض، لكن يوجد مثلا أفعال مصرفة في الأمر أو غير ذلك، وفي الجملة الثالثة أستعمل هو لأقول إلى حنا بعض. يعني بإمكاننا بهذه الطريقة إذا لم نجد الأمر في نفس الجملة أو في الجملة السابقة أن نرجع إلى مدى جملتين أو ثلاثة سابقة. إذا كانت معناتها كنت أجبت على السؤال، إذا كان هذا هو السؤال. هذا يمكننا أن نرجع إلى الوراء بمقر جملة أو جملتين أو حتى ثلاث نكتشف الانتيسيدنت. مضطرين أن نجد الانتيسيدنت في نفس الجملة التي ورد فيها الضمير، هي معناتها الإجابة. يمكن أن نرجع إلى الوراء، معناتها نفتش عن الكلمة والاسم في جملة سابقة أو حتى الجملة التي تسبق الجملة السابقة إلى غير ذلك. هذا ننتقل إلى السؤال الثالث. إذا بعض الكلمات زيادة بأكثر من مكان ببداية الكلمة وبآخرها، مثلا تمنيها هون الفعل الأصلي سا، ولكن فيها حروف زيادة بالبداية، يعني فيها أكثر من حرف زيادة موجود. السؤال الثالث لو سمحتي، حروف زيادة مجموعة بكلمة سألتونيها، يعني كل حرف سألتونيها
هي حروف زيادي اذا كان الفعل اصلي وفي من هاي الحروف مثل سأل. كيف بين حرف الزيادة والحرف الاصلي؟ اوكي شوف سؤال. فعندك حق معناتها في الكلمة، وخاصة الكلمة تمثل جملة هي وليس كلمة في الحقيقة، لو أردنا أن نترجمها إلى لغة أخرى مثل اللغة الإنجليزية. يعني هنا تحليل يقع على مراحل، في مرحلة في التحليل الصرفي سبق أن قدمت يعني في البداية، يقع تقسيم الكلمة إلى عدة أجزاء. ما في سألتميها وسمى حرف الساء وسمى هاء وسمى آخري. يعني بالنسبة للمحلل الصرفي أو الفندي هو تحديد أجزاء الكلمة يصل إلى الجذر، وإذا طرف الجذر مجموعة الحروف الزائدة يمكن له أن يجزم إذا كان حرف من هذه الحروف أصلي أو حرف زائد. بمعنى في الأول أن نقول مثلا say that the root is composed of these three characters or letters. Can have the word? No. Why? Because the root doesn't exist in our lexicon. يمكن في البداية أن نقول هذا حرف هو حرف أو لا، لنفرض أنه حرف أصلي. في حالة سنتثبت من الجذر هل هو موجود أو لا، وإذا وجدنا الجذر عندنا نلصق بقية الحروف هل يمثل ذلك كلمة صحيحة في اللغة العربية أم لا، وتأكدنا من أن الكلمة صحيحة يعني احتمال صحيح، فنقوم بنفس السؤال لنعاود الكرة ونسأل السؤال مرة أخرى بكلمات حروف الجذر. حروف الجذر يقول في الاحتمال الثاني لنفرض أن ثلاثة أحرف الجذر هما الحروف النفية مثلا، هل هذا الجذر صحيح؟ نقوم بالتثبت في اللكسيكون، نقوم بالتثبت بالجن. يعني عندما نصل إلى هذا الجذر كلمات الحروف الزائدة هل كلمة صح العربية أم لا؟ هل هناك قاعدة يمكن أن نطبقها حتى نتحصل على هذه الكلمة؟ يعني هذا من المحل الصرفي، وبطبيعة الحال إذا كان المحلل الصرفي يعني له قدرة تحليل جيد للكلمات يمكنه أن يقدم لنا الحلول الصحيحة ما سبق أن ذكرت. يعني هذا ليس مش كبالنسبة للمحلل الصرفي، مشكل يمكن أن يكون عندما تكون الجملة غير مشكولة، كل الكلمة غير مشكولة، أي الجملة غير مشكولة وبالتالي كل الكلمات غير مشكولة، وفي هذه الحالة يحلل الصرفي أن يعطينا عدة احتمالات، ويمكن أن نحذف هذه الاحتمالات إلا في مرحلة قادمة، يعني مثلا في مرحلة التحليل النحوي أن نجزم بالنسبة للتحليل الصرفي أن يمكن حذفه أو لا يمكن حذفه في هذه المرحلة. خلينا نستكمل. أنا يعني شايفة أنه الوقت يمر ويمكن ثم فت الآن. شكرا جزيلا فت الوقت، يعني أضفتوا لي يعني على الأقل نصف صح سأل أن أوجز حتى أتعب يعني الشباب الموجود، وأشكره جدا على حضوره لدي الساعة. وهم كمان في يعني أحد في أحد الطلبة دكتورة هو مع كمان سمرايزيشن طالبة هبة هي أوكي عن السمرايزيشن، و
واخذت ابروتش معينه مستعمله للغه الانجليزيه واستعمالها على اللغه العربيه وحابه تسال عن الابروتش تبعتكم، يعني في البدايه حابه تستعمل الابروتش تبعتكم الترمنتيشن تبعها تصبها، وبعدين صارت زينا بعض الاسئله جيد جدا. هو نظرا لضيق الوقت يعني حسب ما تريدون، لكن نظرا لضيق الوقت لا أستطيع أن أقدم، يعني تو تشوفوا عدة سلايدات كنت حضرت للأوتوماتيك سامريزيشن، لكن حسب الوقت يظهر لي أني سأكتفي بالمعنى بالمرة التي قدمتها في الـ INLP Parsing for Arabic Text، لكن للسامريزيشن وراح أعطيكم إن شاء الله نسخة من التوك اللي حضرتها في موجود بعض سلايدات عن الأوتوماتيك سامريزيشن، وإذا كان الطالبة موجودة في الأخير يمكن أن تسألني ما شاءت عن الأوتوماتيك سامريزيشن. نعم. أنا أقدم أيضا برنامج في نقل أنا فور ريزولوشن، برنامج ثاني. هذا البرنامج باستطاعه أن يتعرف على الأنا فور الضمائر التي تأتي معناتها في وسط كلمات لاصقة في كلمة أو لاصقة مثل ضمير الموصول التي الذي أو إنه هو ضمير متصل يعني في كلمة لأن أو ضمير منفصل مثل الذي التي إلى آخره، يعني هنا نجد non-referential pronouns لأنه لا زيادة أرفع هنا لأنه غر إلى أي شيء ترجع إلى كلمة سابقة أنه لا من منزلة أرفع ولا شيء أحسن منه، هو ترجع إلى شيء إذن نقول it is non-referential pronoun. قال مراد بأنه هنا هو ترجع إلى كلمة سابقة this is referential pronoun، يعني برنامج هذا باستطاعته أن يميز بين من pronouns هو non-referential pronoun and referential pronoun، وفي على يجب أن نستخدم من النص الكلمات التي تعود إليها هذه الضمائر. آخر يمكن من named entity recognition مثلا أصيبت فلسطينيين بينهم، هذا تكست موجود من قبل والله ما حضرته يعني specially to this talk، لكن موجود من قبل في إحدى السلايدات التي استعملتها. أصمت فلسطينيين بينهم ثلاثة ناشطين من حركة المقاومة الإسلامية بنيران العدو، يعني ممكن هذا يكون نص استخرجته من مقال في صحيفة تونسية. أنا كما ترون بالألوان نستخرج النيمز أنتيتي، يعني يمكن أن نقسم إلى ثلاثة، هنا حركة المقاومة الإسلامية تمثل one entity one named entity، متغزة أيضا حامد بن جاسم بن جبر محمد حسني مبارك إلى آخره، يعني إذا تمكننا من استخراج النيم انتيتي يسهل علينا هذا فيما بعد أن نتعرف بكل ضمير هي النيم انتيتي التي ترجع لها وما هو الاسم اللي يرجع إليه. هناك نظام رابع أيضا قمنا بإنجازه في هذا الإطار كما ترون هنا، مثلا بالنسبة لهذا النص استجنا في البداية مجموعة الضمائر المنفصلة أو المنفصلة، ثم بالنسبة لكل ضمير قام برنامج باستخراج سواء الاسم أو الانتيتي التي يرجع أو يعود إليه، يعني هو الهدف من الأنافورا ريزولوشن أنه عنا عدة ضمائر منزلة أو متصلة، والهدف من هذا البرنامج أن يقوم بربط كل ضمير بالنيمد أنتيتي أو بالاسم الذي يعود إليه حتى يسهل علينا ذلك فيما بعد بالنسبة للنص، أو مثلا يسهل علينا عملية الترجمة الآلية أو الأوتوماتيك أبستراكتينج إلى غير ذلك. كانت هو في الحقيقة معناتها مشروع وقع إنجازه في إطار بعض البحوث بالنسبة لطلبة الماستر أو أيضا لبحث بالنسبة للدكتوراه والتي معناتها إن شاء الله ستقدم عملها قريبا، ووقع أيضا
evaluation بالنسبة لهذا النظام، وأن هي تشتغل في الوقت الذي معناتها في الـ evaluation بتعمل مدونة أكبر حتى تكون النتائج أوضح. وإذا الآن تمكنا من F-Ager يعني success rate equal to 72%. وهذه طيب بالنسبة للأعمال السابقة حتى مقارنة فور ريزولوشن بالنسبة للغات الأخرى. يعني دكتورة سأحاول أن ألخص ما قبل. دكتورة بس على النيم انتيتي ريكوجنيشن، انتوا بتركزوا بس على اللي هم الانتيتيز اللي هم الاشخاص والمدن وال organizations، صحيح؟ فقط ثلاث اشياء تعملوا تاجين للتيت. لكن فانا اشغال تعملوا تاجين للهيئة داخل التكست، صحيح؟ ونسبة اللي كنت انا 72 بالنسبة هذا هو بالضبط صحيح. يعني احنا استعملنا النيمة انتيتي ريكوجنيشن، هذوما هم الاسماء البلدان والاشخاص لانه هذوما اللي مركزين عليهم في الانافور ريزولوشن. لكن خلينا نقول انه في بحوث اخرى وفي ميراكل يعني يشتغلوا على النيم انتيتي ريكوجنيشن، الاعداد والارقام والايام والى اخره معناتها موجود. لكن احنا في نطاق هذا البحث مش هذا الشيء معناتها مهم بالنسبه لهذا العمل. لكن هذا يعني انه في النيم انتيتي ريكوجنيشن ثم عده انواع، وهو في مشروع الاليكسو مثلا، ويمكن حضرتك عندك علم فينا مشروع المحلل الالي المحلل النحوي للغه العربيه، وبين معناتها اللي فتحناها في هذا المشروع هو نيمت انتيتي ريكوجنيشن، لكن نيمت انتيتي ريكوجنيشن اوف ديفرنت تايبس وديفرنت ستايل، وليس بالنسبه للاسماء البلدان واسماء الاشخاص فقط، لكن جميع انواع الانتيتيز. الحقيقه يعني انا طموحي الانتيتيز هذول يكون عندنا انتيتي سيرفر ويتم استخراجهم من النص وربطهم. يعني لما نقول الرئيس او الرئيس المصري او محمد حسني مبارك او مبارك، او يعني يتم ربط الانتيتيز بالجروبينج. وهل في عالم السيمانتيك ويب نسميه لينك داتا، عادة بيكون في انتيتي سيرفر بنعمل بينعطى كل انتيتي ايدنتيتي يعني جلوبال، وبصير عملية البارسنج للتكست عشان ندور على اي انتيتي. وعلى يعني اتس فيري هوت اريا في الان. يمكن إضافة استعمال النيت انتيتي ريكوجنيشن في هذا المجال معناتها السيمانتيك ويب. أنا الكل لكنه معناتها أزيد إتس هوت سبجكت يعني نا ومستعفير. يمكن ركزت على الترجمة الآلية لأنه المجال نشتغل فيه، أو الأوتوماتيك سمريزيشن لأنه أيضا مجال نشتغل فيه. لكن هذا لا يمنع أنه نيمت انتيتي ريكوجنيشن يمكن أن نستعملها في مجالات أخرى كما ما توضحت حضرتك، وأنا أترك الرأي يعني يمكن أنه نستعملها في هذا المجال وتن الاستعمال السيمانتيك أيضا. إذا سأحاول أن ألخص ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، أشكركم كثيرا على إلى حد الآن. وليس آخرا أريد أن أقول أن حاولنا أن نجمع جميع الأنظمة التي قمنا بإنجازها في البحث ضمن هي Agent Actor System. هي
كل برنامج هو agent معين وباستطاعة different agents to communicate together. يعني مثلا اشرح ببساطة، لو انه برنامج تقسيم نص اراد ان يستعمل معلومات صرفية، هو ذاته غير قادر على استخراج معلومات صرفية لانه هذا خارج عن نطاقه. يمكن ان نصل بالمورفولوجيكال اجنت يضمن منه معلومات الصرفية يستغلها لتقسيم النص. لذلك عند قدمت في البداية different steps أي قلت أنه جميع هذه المراحل ليس من الضروري أن تكون على سبيل التسلسل، ولكن يمكن أن تكون موجودة بالتوازي. أن ليس من الضروري أن أتم تقسيم النص إلى جمل، فماذا ذلك؟ في التحليل الصرفي للكلمات، وإذا هيد من التحليل الصرفي عدى للمرحلة الثانية غير ذلك. هذا ليس ضروري، ويعني في السنة الأخيرة عديد الباحثين قالوا أنه الطريقة هذه لا أريد أن أقول مرفوضة، لكني ليست المثلى للتعامل مع النصوص الطبيعية. مثلا يمكن للصرفي أن يستعمل معلومات نحوية، هو غير قادر على استخراج المعلومات النحوية، ولكن إذا عملنا الأجنت أركيتكتر يمكن نوع الأجنت أن يعني يتخاطبوا فيما بينهم، وأن يعني يتصرفوا في المعلومات كما شاءون. يعني كمثل يمكن يتخاطبوا كالبشر، يعني كل إنسان أو كل شخص يوم يطلب معلومة من الشخص الآخر حتى يستطيع أن يقوم بعمله. نطلق هذا على الأجنت أركيتكتر. كل نظام تصيله في صفة أجنت يعني يستطيع أن يقوم بدور معين، له مهمة معينة، لهذا لا يمنعه من تبادل الآراء أو المعلومات مع البرامج الأخرى. وقم بإنجاز هذا النظام الذي جمع عدة أنظمة، من بين نظام تقسيم النص إلى جمل، نظام التحليل الصرفي، نظام الأنافورا ريزولوشن، التحليل النحوي، الإليبسز لم أتحدث عليها ولكن أيضا هو أجنت موجود. مثلا هنا النظام الصرفي قسمناه into two agents Morph and Morphology، لأنه أنت يعني معقد نسبيا. قمنا بتقسيم النظام إلى مرحلتين جزئيتين، والمرحلة اتخذت شكل One Agent. يعني من كل هذه المجموعة التي تتكون فيما بينها هو أنها تقبل نص An Input، ندخل نص مكتوب بالعربية وهو نص غير مشكول، والنهاية As An Output ستحصل على نص مقسم إلى جمل، كل جملة مقسمة إلى كلمات، كل كلمة لها مجموعة خاصية الصرفية، ثم كل جملة لها تحليل نحوي محتمل أو عدة تحليل نحوية محتملة، ونقوم برسم التحليل النحوي في صورة شجرة نحوية بونجتري. يعني كما هو بنتو في السلايدز السابق، صورة أخرى للديفرنت أجنت كيف يتعاملون ويتبادلون الآراء. معناه يمكن لأجنت مثلا لكسيكال أجنت أن يستعمل ديكسيونيز أو لكسيكون. كل أجنت عنده مجموعة من الموارد اللغوية يمكن أن يستند إليها، أيضا له مجموعة من القواعد، ويمكن له أن يتبادل الآراء أو المعلومات مع different agents in the same system. So the global system use an agent architecture. في الحقيقة هي الagent architecture مثلا لم نقم باختراعها، هي موجودة في الـ state of the art، لكننا قمنا باستعمالها في هذا المجال، وقلنا أنه يمكن
يمكن أن تحسن النتائج المتحصل عليها في مرحلة من مراحل التحليل الآلي للنص. مثلا يمكن أن نحسن مردود القسم الآلي للنص إلى يمكن أن نحسن مردود هذا النظام عندما نمكنه من تخاطب مع المحلل الصرفي. أيضا المحلل الصرفي يمكن أن يتخاطب مع المحلل النحوي ويحسن من مردوده. العكس بالعكس أيضا، حتى المحلل النحوي يمكن أن يستعمل معلومات صرفية غير ذلك. يعني top and down, down top. لدينا مشكلة في التعامل مع مختلف هذه المراحل، ولا على استعمالها بالتسلسل، أي نكمل المرحلة الأولى ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية. وهو وجه جديد مستعمل في عدة بحوث يعني حديثة موجودة حتى بالنسبة للغات الأخرى. لأنه الimplementation وحتى الconception صعبة شوي، لأن النتائج تكون أسهل والنتائج المردودية لكل نظام يمكن لنا أن نحسنها يعني بصفة جيدة جدا إذا تعملنا الأجنت أركيتكتر. يقول لي أن الوقت انتهى، أنا كنت محل الأوتوماتيك سامريزيشن، لكن يساعدني أني أجيب على تسلسل الأخت إذا كان أرادت في الوقت المتانعي عوضا أن أتكلم. إذا كانت هناك أي أسئلة يمكن أن أجيب عليها، يمكن يكون أفضل من أني أكمل معناتها المحاضرة كما تريد أستاذ مصطفى. يعني تجن ترجع إليك دكتورة. هناك أسئلة وأسئلة على في الحقيقة بدي أحاول أول شيء يعني ألخص فكرة السمارزر اللي بتشتغل عليه هبة و الأكرنس تكرار الكلمات بتكرار الكلمات في داخل الدوكيومنت. اوكي وبالتالي بيحسب اكثر الجمل اللي فيها هاي الكلمات، وبالتالي هاي الكلمات بتكون الاكثر اهميه وبس لها هايلايت، ما بيسكر اكثر من هيك. الفكره الاساسيه للسمرايزيشن فاكتور، هذول هي الفاكتور الوحيد اللي بنستخدمه على اساس انه ما يكون بس على يعني عشان يكون نوع من المحاكاة للناتشورال لانجويج بروسيسنج، انه احنا بنعمل ستيمينج للوورد بنرجعه للجذور حتى ما نعتبر نفس الكلمه اللي ممكن تكون بعده تشكيل طالعه كلمه مختلفه بنرجعها للجذر. هذا الستيمينج. والشيء الثاني في بعض الكومن وورد او الصفه الثانيه اللي هي بنعملها اليمينيشن للتكست زي حروف الجر الضمائر احيانا الاعداد، وهي طريقه بنحسن فيها يعني نستخدم بس الوورد سيكونس. فانا كنت على اطلاع شوي على ال يعني هاي الابروتش اللي سواها هون في الاسرائيليين. الابروتش تساوت هي طبعا للانجليزي هون في الجامعه الاسرائيليه، وحبت هبه تاخذها وتجرب عليها العربي، فصار لحد الان ما عملناش ايفاليشن. بس يعني رجعنا احنا عدلنا عليها، عملنا تيونينج للابروتش، بس نجرب نشوف هالابروتش تطلع طرق صحيحه او لا. بعرفش عليك الدكتوره نبيله فريق السيكونسينج. انا حاسس برايي الخاص هو كبدايه هي بدايه جيده، لانه الوورد فريكوانسي مستعمل في اغلب الطرق المقترحه للتلخيص الالي، بدايه جيده. لكن اقترح على الطلبه انه تضيف الخاصيات الاخرى، مثلا sentence position it's a criterion which is used in automatic summarization. يعني مثلا تعطي سكور للبوزيشن اوف ذا سنتنس. احنا عندما نكتب نص نعطي أهمية لبداية الفقرة، صح؟ يعني اول جملة في كل فقرة هي الفقرة.
هذا ما هذا بالضبط ما أراد قوله أو نهاية الفقرة. يمكن أن تستعمل حتى التلقين الآلي لتستخرج البست بوينتس، وفيها اللي يمكن حضرتك طلعتي عليها أنه يستعملوا learning بيقول لك الجملة السابعة من الفيرست باراجراف هي جملة جيدة، تقول لي كيف ذلك، هو learning هو اللي بيستخرجها، لكن لا يمكن مثلا أن نعطي logic كيف ذلك، ولكن تعطي أيضا نتائج طيبة. So أقترح أولا position يمكن إضافتها، أيضا أنه تستعمل السينونيم، ومش هل عندك فكرة انه مثلا تجم تستعمل Arabic word يعطي synonymy، تاخذ مثلا كلمة حاسوب وكلمة computer، قلت حضرتك انه تستعمل word frequency وترجينا الى الجذور وهذا شيء طيب، لكن ايضا يمكن ان تستعملي ايضا synonymy عندنا when you compute the frequency of a word you can also use the synonymy of this word, like for example computer, laptop, PC and so on. بالعربي يمكن تستعمل WordNet Arabic WordNet والArabic WordNet يمكن تعطيك السينونيمي لبعض الكلمات الموجودة في الArabic WordNet، يعني يمكن مثلا كلمة حاسوب، كلمة كمبيوتر، كلمات أخرى تستعملينها لتبين معناتها الفريكونسي of the words، هذا يمكن أن يسهل. ماذا أقترح؟ هناك اللينك between the sentences اللي كنت نتحدث عليها، لما يكون عندك جملة مثلا تتحدث على حنة بعد، ثم الثانية تتحدث على حنة بعد، إنه وكان ذلك الشخص لا غير ذلك، يعني الجملة الأولى أو حتى في وسط الفقرة الجملة التي عن حنبات هي جملة مهمة، لا لأن هناك العديد من الجمل الأخرى التي معناتها رجعت إلى جملة التي تحكي على حنبات، هل قيمة مفهوم أو لا، يعني you have a sentence for example talking about حنبات and then you refer to this sentence many times in the that this sentence, let's say we call it sentence X or sentence Y, so there is a link between sentence X, sentence Y, sentence W. It means that sentence X is a good one. وكان أنك تتعرف يعني على link between the sentences using أنفورة. طب دكتورة هل عندكم مدونة أو يعني evaluation benchmark لكن يتم ماله، يعني هل مثلا هيك documents وتبعث أو أني أقدر الجمل كانت تلخصها حتى نقدر نقارن ولا لسه؟ بالنسبة للي حكيت اللي كنت نحكي عليه هنا كما سبق قلت اشتغلنا على multi document for English وهذه عدة أبحاث يمكن نعطيهم لك. بالنسبة للغة العربية في معنى دكتورة وفحلة متقدمة جدا واسمه محمد المعلول، محمد الهادي المعلول، يشتغل على التلخيص الآلي للنصوص العربية single document، يعني input هو one document والoutput هو one summary، وطلب هذا اشتغل على rhetorical structure technique يعني بالنسبة للنص يستخرج لكل جملة الستركتشر تبعها، ومن الستركتشر يمكن أن نستخرج مجموعة الهامة. سأريك مثلا هنا مثال الذي برمجه الطالب، هو موجود الحقيقة في السلايد. في كان في حدا اسمه مهدي بوداس، اي مهدي بوداس هو اشتغل في نفس المشروع، اشتغل هو طالب ماجستير كان منذ يعني سنتين، كان طالب ماجستير والان يشتغل على معناتها حتى الدكتوراه، ولكن يشتغل على الترخيص، لكنه اشتغل
بالتعاون مع محمد المعلول الذي هو معناتها في مرحلة أخيرة بالنسبة لأطروحة الذرة، وسأريكم معناتها في الحال ما يفعله النظام. فقط. وأنت بتورجي فينا لأنه هي حاكي كان هي مع مهدي. وشكله ما يعني إذا في إمكانية صراحة يعني نربطهم هبة ومحمد مع بعض ومحمد في الحالة ولا مشكلة وأنا نقترح أنه في عنا حضرتك استمتع على المدونة معناتها، وأنا أقول أنه محمد المعلول عنده مدونة متكونة من عدة نصوص باللغة العربية مع التلخيص التي استخرجها مجموعة من اللغويين، عمل محمد هذه المدونة حتى يستعمل الإيفاليشن يعني، وأيضا حتى يخرج مجموعة من القواعد التي استعملها في النظام. يعني يمكن أن أردكم بهذه المدونة ولكم أن تروا بذاتكم ثم تستطيعون أن تستمتعوا بها أولا. يعني للحظة أريكم النظام إن هو يقبل النص، وهو الأبستراكت يعني سمري الأوتبوت. كيف تحصل على هذا الأوتبوت؟ باستخراج الرستي يعني، هذا هو تقييد يمكن أن أكبر معناتها أكثر من ذلك، لكن النص نقيمه إلى جمل، وهنا كل جملة وجملة هناك رابط. مثلا أقول هذه الجملة تنوي الجملة السابقة، هذه الجملة مثلا تعطي مثال للناس السابقة، هذه الجملة تمثل مقدمة، هذه الجملة تمثل خاتمة، إلى غير ذلك. ثم عندنا نوع من الريتوكال انوتيشن، يمكن أن أقول أنه بالنسبة للتلخيص سأتتي ببعض الألفاظ بين الجمل وأستخرج الجمل التي لها العلاقات التي تهمني. مثلا من العلاقات هنا وقع في مهمه، لا أرى بذلك لأنه معناتها موجود الإكرام الدني، وسبقته صعدت مدارج الحصن رقم 10 وهي تضيق وتتسع إلى غير ذلك. هنا العلاقة البغية بين رقم 7 ورقم 8 هي ربط مع ترتيب زمني، هنا علاقة بين 9 و 8 ربط مع ترتيب زمني، تحدد علاقة بين 7 و 8 و 9 تعريف، عطف تدرج تعارف، الفجأة تأثير مكاني، تفسير عطف تأثير مكاني، استنتاج. بس سألون لي مثلا ما الفائدة من استخراج هذه العلاقات بين مكونات الجمل؟ الإجابة سهلة، لأن أستطيع أن أحدد العلاقات التي تهمني. مثلا أقول أريد في التلخيص أن أرى تفسيرات، لأن أن أرى تدرج، لأرى تعدد. يمكن أن أستغني على هذه العلاقات الباغية وأكتفي ببعض العلاقات الباغية التي تهمني حتى أستخرج التلخيص بصفة آلية. قمنا أولا بعمل جبار وهو تحديد العلاقات البلاغية بين مكونات الجمل في النص، وإذا استطعنا أن نستخرجها المرحلة الثانية ستكون تحديد العلاقات التي تهمنا والتي يمكن أن نستعملها لنستخرج التلخيص final abstract. يعني أنا أقول أنه جبار لأنه معناتها استهلك الكثير من الوقت حتى نستخرج هذه العلاقات البيانية، وحتى نستطيع أيضا أن نقوم بتحديدها بصفة آلية، هذا شيء غير سهل بالمرة وفي التباسات يجب أن نتعداها، وليس في هذه الحالات يمكن نقول مثلا هذه علاقة من جزئين لكني علاقة واحدة. كإنسان احنا عندما نقرأ النص
يجب نقول هذا يمكن أن يكون سير كما يمكن أن يكون تعابق. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل سأكتفي بالبلاغية الأولى أم سأحدد علاقتين بريتين بين الجملة لا غير ذلك؟ المهم إذا تخطينا هذه المرحلة وتحديد العلاقات البلاغية بين الجمل، يعني المرحلة الثانية ستكون سهلة كثير بأكثر كثير جدا، لأننا يمكن أن يعني لا تكون سهل. هذا عمل محمد الهادي في طالب دكتوراه آخر، ولكن ليس في عمل مش متقدم أو في مرحلة أخيرة، واسمه كسكاس. هو يشتغل بالتعاون مع معناتها ريسيرش جروب في فرنسا، وأيضا الدكتوراه التي سيتحصل عليها دكتوراه تونسية فرنسية، وأطروحة الدكتوراه هذه تقوم بالتعاون مع الإيريت في فرنسا، ونعمل تقنية متقدمة قليلا على الـ RST و SDRST موجودة في سلايدات التي سأقدم لكم معناتها في هذا التوك موجودة. بالنسبة للطلبة أنا أنصحها، يعني مجرد اقتراح، أن تضيف بالنسبة لما استعملت، يعني frequency word إذا أمكن لها ذلك، أن تستعمل synonymy، تستعمل position، وأمكن لها ذلك أن تستعمل link between sentences. يعني لما كانت الجملة لها وابط مع جمل أخرى كنا كانت الجملة مفيدة، كانت a pertinent sentence. وفي الأخير يمكن أن تستعمل different هذوما different criteria in order to choose the best sentences. وقلت حضرتك بروفيسور مصطفى يسعدني أن يكون في تعاون وفي معناتها cooperation with our students. Why not? And in the future we can have common publications together. Why not? كل اللي أقدر أني إن شاء الله سأساعد به، معناتها من بيناتهم المدونة وأي برامج أخرى تستعمل، أيضا البحوث يمكن للأخت أن تدخل الويب سايت وتختار البحوث ورقات البحث اللي تيتها وتبعث لي إيميل، وعلى الفور يعني يمكن أن نمدها بورقات البحث هذه. شكرا لمياء. طبعا إحنا الهدف لما منخلي يعني نحدكم اللي تتواصلوا كمان مع الطلبة، وهذا هدف يعني إنه جسور للتعاون والبحث المشترك. يعني هذه يعني هل عندها بداية الطريق على الموضوع. كمان وليد قبل ما هي المحاضرة كمان هو استمر بالضبط بحث الماجستير، ولكن في اتجاه اغلب انه يكون في البارت اوف سبيتش جيمز. وليد مرحبا، اشكرك كثير على المحاضره اللي اعطيتينا اياها. حابه مين بقدر اتواصل بدش ان عندكم مشروع هذا الموضوع، وبدي ممكن انه البنش مارك اشتغلتوا عليه اللي هو البارت اوف سبيتش تاجر، انه اقارن نتائج تطلع مع النتائج اللي عندكم. الجزء الأول عفوا من السؤال، سمعت الجزء الثاني فقط. الجزء قال إنه مين عندكم، مين موجود بشرى هذا الموضوع كطالب ماجستير أو كطالب دكتوراه؟ أوكي. حقيقة في عنا بعض ورقات بحث على التحليل الصرفي وللنظام اسمه مارس، واللي اشتغلت عليه في نطاق ماجستير اسمها نهى شعبان. نهى، ولو حضرتك تدخل على الويب سايت ستجد يعني مجموعة من ورقات البحث التي نشرتها حول المحلل الصرفي مورس، وهو نهى شعبان. هي الآن
طالبة دكتورة وتشتغل على الـ Word Science Disambiguation يعني. لكن في الأثناء تطور معناتها كلما أتاحت لها الفرصة تحاول أن تشتغل ولو قليلا على المحلل الصرفي. أيضا أقترح عليك أنك تعمل داونلود لمحلل الصرفي الخليل إذا حضرتك عندك عليه علم أو لا، لكن محلل الخليل هو open source للصرفي جيد جدا، معناتها أنجز وقع إنجازه من طرف الأليسو العربية للثقافة والعلوم، ومن المنظمة make it open source and can download it from the website. And if you drop me mail, I can send you the link in order to download the الخليل morphological border. Okay, and can compare it with yours if you wish. Also, I can send you the papers we wrote on the morphological analysis called morph. في الحقيقة تقول أن يعني عمل بعض selection لأنه unfortunately most of our papers, research papers, are written in French. But هذا يعني أن ليس لدينا ورقات بحث مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية. غالباً ما أصر يعني إصرار شديد على الطلبة الذين يشتغلون معي ومع زملائي أنهم يقولوا تلخيص الأرقام على الأقل في ورقة ورقتين بحث مكتوبة باللغة الإنجليزية أو العربية، حتى يمكنوا إخواننا معناتها في بلدان عربية أخرى من الاطلاع على أعمالنا. كما سبق أن ذكر يعني unfortunately in Tunisia we study in French and English in French، يعني بالنسبة أسهل لغة هي اللغة الفرنسية، لكن لا يعني أنه ليس لدينا ورقات بحث. والتوجهات المستقبلية لفرقة البحث التي يرأسها هو أنه نكتب باللغة الإنجليزية ثم الفرنسية أو العربية، ونشجع على تطبيق هذا ببعض المدارس. يعني هو البداية الكتابة بالعربية مصعبة شوي، لكن إذا تقيناها مرة تكون سهلة في المرة القادمة والمرة اللي بعد. دكتورة آخر سؤال إذا هل أجبت على السؤال؟ شكرا. آخر سؤال، في كمان طالبي يعني لسه مش متأكدة بس احتمال تختار كمان موضوع اللي هي اللهجة الفلسطينية، وأنا بتذكر مش متذكر بس اسم الصبية اللي من عندك عملنا في البرزنتيشن في تونس اسكو عن اللهجة الفلسطينية. ايوه مروه. هي لازالت تبحث في ال نزلت هي طالبه دكتوراه. نفس المنهج هي نفس المنهج هي اللي اشتغلت فيها. نخلي امام يمكن ثمر عندنا هون ما تشتغل على يعني دار اللهجة الفلسطينية وتربط اللهجة الفلسطينية في مرات اللهجة التونسية يعني اللي هو بين الشرق والغرب. والله هي فكرة الشام حلوة جدا، ويمكن هي تكون أول باحثة عربية تشتغل على اللهجة الفلسطينية، لأنه لحد علمي ما في ولا بحث على اللهجة الفلسطينية. يعني أنا أشجعها كثيرا الطريقة أنه تشتغل على اللهجة الفلسطينية، وراح تكون يعني الأولى في الميدان، وهلا حتى النشر عملية نشر البحوث في المستقبل. أن بدأنا نشتغل على اللهجة التونسية ما كانش في أشغال على اللهجة التونسية، كان فما معناتها إقبال كبير واهتمام شديد بالعمل اللي نقوم به. الناشدين اللي نشتغلوا على اللهجة التونسية راح يكون الشيء نفس الشيء بالنسبة لكم. وأنا يمكن مروة هي معناتها إنسانة بوبة احنا نقوله،
يمكن انه تعطي فكره واضحه على الاعمال اللي تقوم بها وانه تساعدك انك تعمل نفس الشيء بالنسبه للهجره الفلسطينيه. وانا يعني يا سمر كمان حبوبي يعني انا وسلمي على كمان مروه وان شاء الله نخليهم يتواصلوا مع بعض. يسلمك مع بعض واحنا بنظل ان شاء الله على بس تبعي ايميل ونعمل فورورد المروة ونخليهم نعرفهم مع بعض يعني نخليهم باتصال ان شاء الله ان شاء الله. طيب شكرا كثير كثير دكتورة خرناكي معنا ويعني هاي يعني لا والله والعفو هذا معناته ومن دكتورة في يعني في ان تحدثنا مع بعض اول الغيث يعني لم يقبل الغيث هذا اول الغيث شرف يا ان شاء الله بنستكمل وان كانت من محاضرات ومن مشاريع ومن زيارات متبادلة من الاتصال ان شاء الله. هلا بروفيسور انا اجدد شكري وهذا شرف لي اني قدمت هذه المحاضرة وان شاء الله ما تكونش الاخيرة ان شاء الله مستقبلا وحتى في السنة الاكاديمية الجديدة القادمة ان شاء الله بالنسبة للسنة القادمة نجموا انه we make it we planify it in advance يعني نجموا نقدموا يعني اليوم قدمت حاجات موجزة لكن not in detail يمكن في المرات المستقبلة اذا كانت حددوا one thematic يعني one subject ممكن أن نقدم محاضرة مختصة في سبجكت معين لكن أنا في البداية الحقيقة عرفتش شنو اللي يهمكم واللي ما يهمكمش واش حاولت أني نقدم بسطة ولو مجزة على معظم الأعمال اللي نقوم بها يعني في المستقبل يمكن أن نتحدوا موضوع معين ويمكن تكون داخل في يعني details in one subject. قبل ما نختم حبيت نقول أنه أنا بالنسبة للسنة الأكاديمية هذه إحنا بالنسبة لنا طلبة الماجستير يعني مش يكملوا الدراسة عن قريب يعني ما نجمش نبرمج مخرى لحضرتك لكن بحول الله السنة القادمة سأطلب منك دكتور أن أيضا تقدم حاضرة لطلبة الماجستير يعني مش السيد الشيء ولكن هذا شرف لينا وأنا كنت سمعتك في تونس يعني ما شاء الله عليك وعلى الأعمال اللي تقوم بها ويكون شرف لينا وطلبتنا وجامعتنا أنه حضرتك تقدم محاضرة بحول الله إن شاء الله برمجها معناتها إنفرنس وقوموا بها بحول الله. وإحنا نعرف دكتورة لمياء إحنا هنا الشعب الفلسطيني يحب الشعب التونسي برشا يعني برشا يعني ونتشرف إن شاء الله نظل متواصلين إن شاء الله هو حب متبادل معناتها ما بين فلسطين وتونس وعنده جذور عنده أسباب وعنده عروق ومنذوش دخل لا بالسياسة ولا بالرؤساء يعني والشعب التونسي هو اللي يحب الشعب الفلسطيني يعني بغض النظر عن شكون الرئيس السابق أو اللاحق أو اللي بعده. جزيلا مصطفى الدكتور مصطفى وإن شاء الله في لقاءات مستقلة إن شاء الله إن شاء الله يا مع السلامة دكتورة يعيشك الله يخليك مع ألف سلامة الله يخليك شكرا.